ألف مبروك للنادي الأهلي بالثلاثة، باقي على الدرع ثلاثة. الأهلي يعزف أجمل الألحان وينصب السيرك للدراويش. ثلاثية رائعة بأقدام علي معلول من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة. حطها بكل اقتدار علي معلول. وأليو باجي في الدقيقة 65 بعد مراوغة رائعة لمدافعي الإسماعيلي، وأطلق تسديدة صاروخية بيسراه سكنت شباك محمد مجدي. وأخيرا أحمد الشيخ من متابعة رائعة في الدقيقة 72 من خطأ الحارس مرمى النادي الإسماعيلي. الأهلي بهذه النتيجة رفع رصيده إلى 71 نقطة، وتبقى له 3 نقاط فقط للاحتفال بالدرع رقم 42 رسميا. مكاسب بالجملة حققها النهاردة النادي الأهلي، مبروك للأهلوية. هنواصل التحليل مع نجوم الاستوديو التحليلي الآن. كابتن أسامة، فوز مستحق طبعا، مبروك للنادي الأهلي، ناقص على الحلو ده مفيش شك. فوز مستحق، فوز عريض 3-0، والشوط الثاني بالذات كان ممكن جدا النتيجه تزيد عن كده. مبروك للجهاز الفني واللاعبين والجماهير وكل الناس المسؤوله في النادي الاهلي. الدوري احنا كنا عارفين ان شاء الله انه بعد رجوعه وموضوع كورونا ان شاء الله الدوري محسوم للاهلي، ولكن احنا بنتكلم في الواقع بقى انه باقي 3 نقط ان شاء الله باذن الله سهل على فرقه النادي الاهلي ان تحصل ال3 نقط دول في ماتش الاتحاد السكندري، ويفضى مستر فايلر لافريقيا. ممكن يعمل تغييرات كتيره، يدخل بعض العناصر زي ما شفنا محمود متولي النهارده، كهربا، ممكن بعد كده بعض الناشئين في الدوري ممكن يشتغلوا في بعض المباريات. ففي مكاسب كتيرة طبعا من مكسب النهاردة، مكسب مستحق وفوز عريض، ويعني 3 نقط غاليين، وأداء بالذات كمان الشوط الثاني وسيطرة تامة. صحيح يعني. كان محمد ماتش حلو في كرة من فرقتين، خصوصا الشوط الأولاني، وسيطرة تامة في الشوط الثاني، واستسلام كامل من لاعبي الإسماعيلي. بص يا كابتن، طبعا خلينا نقول طبعا الف مبروك للنادي الاهلي طبعاً. مباراه جميله جدا. انا من وجهه نظري الريتم، قلت لك في الشوط الاول كان مميز جدا، سريع من الفرقتين، لكن جه الريتم ده على حساب الشوط الثاني. النادي الاسماعيلي الشوط الثاني الحته البدنيه عنده طبعا مزبوط. واضح جدا، وده اللي خلى النادي الاهلي عايز اقول بقى بدا يشتغل. النادي الاهلي فت، النادي الاهلي بدنيا ما شاء الله واقف على رجله، فلما معدلات الجري ومعدلات البدنيه بتاعت النادي الاسماعيلي قلت، بان بقى النادي الاهلي ان هو متسيد المباراه بالكامل، وطبعا اصفر عن 3 اهداف، ده غير الاهداف الضائعه كمان. يعني كان ممكن الاهلي كمان يحرز هدف او فرصه او فرصتين تانيين من اللي لاحت ليه. انا عايز اقول طبعا ان في الدقيقه 63 كانت يعني في هنا حته مهمه جدا غيرت المسار بتاع فرقه النادي الاهلي، التغييره بتاعت وليد سليمان واحمد الشيخ بنزوله. احمد الشيخ نزله مكان قفشه، ودي احمد الشيخ بيجيد المكان ده. قفشه ما بيلعبش لعيب طرف، رغم ان هو عدلها في الدقيقه 42 من الشوط الاول، وبدا يلعب بجونيور اجاييه وقفشه، لكن هو لعب بعد كده في الدقيقة 63 بدأ يلعب ب 4-2-3-1. احنا هنتكلم على تغييرات كابتن محمد، بس عايزين نبص على الأهداف ونحللها. الأهداف طبعًا، بص هنا، بص الجول ده، الكرة دي كلها لمسة واحدة. صح. وأحلى حاجة فيها سرعة قرار أحمد الشيخ والتفكير بقى بتاع الرأس، بص التمويه بتاعة أيوه بالظبط. طبعًا بتاعت هو وسع لنفسه، باجي وسع لنفسه، وباجي بيؤكد من المباراة الأخرى إن هو مهاجم يعني هيفيد النادي الاهلي، هيفيد النادي الاهلي، عنده قوه جسمانيه كبيره جدا، عنده سرعات عاليه جدا، عنده انهاءات او ذكاء في البوكس، جوه البوكس كويس جدا مميز. هنا وليد سليمان راح مغير، طبعا عمل الباص الاول لعلي معلول كان شايف، وبعد كده راح مغير. احمد الشيخ وسرعته هنا احسن حاجه، لانه لو كان وقف على الكوره كان فرقه اسماعيلي كلها رحلت وجت قفلت. انا عايز ارجع لوليد سليمان تاني بعد اذنكم. مظبوط. بص اصرار وليد سليمان بعد الكوره ما لعبها واتقطعت،
صحيح. ممكن نرجع بعد اذنكم نشوفوا الكوره بتاعت وليد سليمان دي. اه فعلا يا ايمن انا بص اتزحلق طبعا اتزحلق وهو في عدم اتزان دلوقتي ومع ذلك كمل ماشي نكمل هو لعبها وراح للكوره وفي عدم اتزان ووقع او حتى هو بيقوم ومع ذلك مصمم انه يلعب الكوره وراح عاملها لاحمد الشيخ دي الجزئيه بيلعب بروح عاليه جدا بيلعب طبعا بروح عاليه جدا يعني كويس دي اللي بتميزه كابتن عن 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 كتير يعني من اللعيبه يعني طبعا اتكلمنا فيها قبل كده الاستوديو اللي فات برضو قلنا ان وليد وجوده مهم جدا في الملعب بيعمل حاله هايله مع اللعيبه بادائه الرجولي اللي بنشوفه من المباراه الاخرى لا وخلي بالك بيبان تاثيره اول ما بينزل بالظبط يعني حتى بعيد عن فنياته يا كابتن ايمن الراجل بيموت نفسه زي ما انت شايف يعني الكره اللي عملها دي لو واحد ناشئ عنده 17 سنه ممكن ما يقدرش ان هو يعمل كده او صحيح. ممكن ما يجيش في دماغه لكن الراجل يعني. بصاها وبعد كده رجع التاني ليه بعد كده عمل وقع وقام وحاول عليها تاني وعمل باص يعني انا شايف ان الهدف الثاني ده غير مجريات المباراه بص الاحتفال ده انا عاجبني جدا الاحتفال ده طبعا مع ان الراجل جديد علينا وطبعا ما عندوش فكره عن مؤمن ولكن بص الاحتفال وطريقه الاحتفال هي دي روح النادي الاهلي لاي واحد بيخش النادي الاهلي طبعا مظبوط يعني التكمله الكلام هاني وليد الاصرار بتاعه في الكره ديت هي دي بقى الروح النادي الاهلي طبعاً. وليد من اللعيبه اللي عنده دي وطبعا تمويه غير طبيعي من عملها كويس قوي لمسه واحده لا موه كويس وشاط كويس وراحت في الزاويه البعيده هدف جميل وطبعا الاحتفاليه بتاعت مؤمن كلهم شكلهم متفقين عليها في حاجه جميله يعني كابتن عادل اداء النادي الاهلي اختلف بين الشوطين الشوط الاول غير الشوط الثاني لا اختلف من اول ما وليد سليمان نزل وليد عمل يعني كابتن يوسف اتكلم في حته الريتم السريع والريتم السريع ده كويس ولكن مفيش حد هو اللي بيعمل تيمبو للمباراه مفيش حد مغير شكل ايقاع المباراه واحد في ريتم سريع في كره بتلعب بسرعه لكن مفيش حد بيقدر يغير الريتم بتاع المباراه يعلي يقلل امتى تلعب بسرعه امتى تقطع الكوره دي نقطه مهمه جدا ما كانتش موجوده في معظم الماتشات اللي فاتت صح مفيش حاجه يعني طبعا في ايجابيات كتير جدا في المباراه هنتكلم عليها ولكن النقطه دي نقطه مهمه ان القائد اللي جوه الملعب مش لازم يكون قائد بيزعق ويتكلم بس لا القائد اللي جوه الملعب هو اللي يقدر يعمل لك ريتم المباراه صح يقدر امتى يعلي الريتم امتى يقف وليد سليمان في كور كتير جدا جات له باين ان في شخصيا واحد نزل فرض شخصيته على ال 22 لعيب اللي في الملعب وهو ده اللعيب الكبير اللي بيعمل فارق عن كل الناس ممكن تلاقي لعيب امكانيات اتنين لعيبه عاليه جدا واحد عنده سرعه وقوه ومهاره وكل حاجه لكن ما عندوش شخصيه جوه الملعب انه يعمل صح. لك انا اللي مسيطر على رتم المباراه وليد سليمان هو بيعمل ده بص يا كابتن في الجول الاولاني اللي هو حاول فيه هو يعني اللي عامل ده بيدي درس بالظبط يعني حتى في الباصات بص في كام باصه في الجول ده ووليد سليمان حتى الكره اللي عنده لا اكبر ديانج واعتقد وعلي معلول ان هم يلعبوا له الكوره بص كل كره بتجيله هو عنده حاجه عايز يعملها وبيعملها مش لو عنده حاجه عايز يعملها وبتعدي ممكن نرجع الكره دي تاني بعد اذنكم هنروح المؤتمر الصحفي دلوقتي طيب ماشي هنروح المؤتمر الصحفي دلوقتي ومستر فايلر نو على رقم شايف كويس جدا مش Pourquoi vous insistez à faire jouer Geraldo, bien qu'il n'était pas bien, comme vous voyez, il n'est pas un joueur professionnel, il ne joue pas comme il faut. Il n'a pas joué un bon match. Alors, d'abord, je critique pas un joueur au public, hein, parce que je parle très souvent de toute l'équipe. Et après. Oui, peut-être il a des actions qui ont pas vous plu, mais moi je suis pas d'accord avec ça que vous avez dit parce que il a aussi ses qualités, mais peut-être il n'est pas très efficace hein, qui concerne le jeu offensif, mais je suis pas d'accord parce que pour moi c'est tout le temps toute l'équipe qui gagne et qui perd.
هو بيقول لحقيقتك بالنسبه للانتقاد لجيرالدو، انا ما ينفعش انتقد اللعيب بتاعي قدام الناس، دي حاجه بحتفظ بيها بيني وبين اللاعبين. انا بتكلم على اللاعبين بشكل عام، بس ما بحبش انتقد. هو اللاعب النهارده يمكن النهارده ما كانش احسن اداء عنده، يمكن في بعض اللعبات ما كانش موفق فيها، كان في قصور شويه في الدور الهجومي، بس هو ليه مميزات برده، ليه مميزات وليه عيوب، فهو ما يحبش يعني يواجهه النقد قدام الناس، بيحب يحتفظ بيها جوه الفريق. Concernant le match, concernant la décision de la CAF de reporter le match, maintenant on voit le club a commencé à évoluer le même jeu que nous voulions avant le Corona, on joue bien. Et est-ce que la décision de reporter la date du match aller-retour de la demi-finale, c'est en faveur du club ou bien c'est en panique? Ça, je ne peux pas dire. Peut-être je peux répondre ça après le match, si on sait le résultat. Mais oui, toutes les choses comme ça, je répète tout le temps la même chose. Des choses qu'on ne peut pas changer, il faut accepter. Alors maintenant, il faut faire le planning pour les matchs qu'ils ont remportés. Mais c'est aussi clair qu'une équipe a besoin de nouveau un peu du temps pour avoir de nouveau le même niveau comme l'équipe a eu avant la pause de Corona. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est logique. بيقول حياتك طبعا ما اقدرش اقول لك، يعني ما اقدرش اقول لك ان هيبقى حاجه زي كده في صالحنا او لا التاجيل، غير بعد الماتش ما نلعب ونعرف النتيجه شكلها ايه. انا ما بحبش اتكلم عن الحاجات اللي ما اقدرش اغير فيها او ما بقاش ليا يعني تاثير فيها. انا بقبل الوضع زي ما هو، انا بعمل البلاننج بتاعي، بعمل التخطيط بتاعنا على المعطيات الموجوده، على الظروف الموجوده، وانا شايف الوقت تاجيل الوقت ده برده ممكن يكون ليه جانب ايجابي بالنسبه لنا عشان نسترجع مستوانا اللي كنا عليه قبل الايقاف بتاع فتره الايقاف بتاعه الكورونا. في سكرة في التوالي جدوية؟ هل فضل طرق نقطة ويتحسن؟ هل فضل طرق ممكن نشاهد بعض العناصر الباشر بشكل أساسي أو بعض العناصر الشابة زي محمد شكري أو محمد فخري أو عقبال بعد حسم الدوري؟ بعد حسم الدوري؟ يوجد بس أن أنت الماتش 3 بوان بو 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 Comment je peux vous dire quelque chose comme ça aujourd'hui, hein? Alors moi je fais la composition tout le temps au jour qu'on va jouer le match. Et moi je fais pas des cadeaux, hein. Je vais aussi aligner des jeunes joueurs, ça c'est clair. On a aussi encore des autres matchs après le match de lundi. Mais d'abord tout, c'est le but de gagner le match lundi et de remporter le titre. بيقول حياتك طبعا حاجه زي كده ما اقدرش اقول لك عليها من دلوقتي. انا كل ماتش بحط تشكيله على حسب المباراه، مباراه، ومش هحب اعمل هدايا للفرق اللي هلاعبها حتى لو حسمت اللقب. دلوقتي احنا تركيزنا كله في يوم الاثنين، الماتش يوم الاثنين الجاي قدام الاتحاد السكندري، ان احنا نفوز ونحسب اللقب. شكرا. كابتن اسامه، بالنسبه لكلام مستر فايلر، هو اتكلم كلام كويس قوي، انا عجبني حته ان الناس بيقولوا له حته الانتقاد لجيرالدو. هو اتكلم كلام كويس، بيعرف يحافظ على لعيبته. طبيعي ان المدير الفني ما بيتكلمش على لعيبته بانتقاد في مؤتمرات صحفيه، وكلنا اشتغلنا، كلنا كنا لعيبه كوره وكلنا بنشتغل في التدريب او التحليل او كده. اللعيب ما بيحبش انه ينتقد من مديره الفني او مدير الكوره او اي حد من المحيط اللي معاه بيشتغل معاه على الملأ. لكن اكيد بيحصل توجيهات في التدريبات، في المحاضرات، في المعسكرات، في لكن يمكن جيرالدو لسه ما اقنعش جماهير النادي الاهلي والناس اللي عاملين في الكورة بصفة عامة كمحترف يعني. فيمكن عشان كده تملي السؤال ده بيوجه لمستر فايلر، بس هو برضو ذكي انه قال ان انا ما احبش انتقد اللعيب بتاعي امام الملأ. يعني ده ممكن يحصل من استوديوهات تحليلية، من نقاد، من الجماهير، لكن هو كمسؤول ما ينتقدش طبعا لعيبه على الملأ يعني. كابتن عادل، هنتكلم في النقطه اللي حضرتك كنت بتتكلم فيها، ولكن اعتقد
في تعليق على الكلام مستر فايلر ان هو راضي عن تأجيل مباراة الوداد. طبعا لا راضي وللاتجاهين اتجاهين انت عندك لعيبه مصابه وعندك لعيبه لسه مش جاهزه فدي حاجه يعني في مصلحه النادي الاهلي ان المباراه اتاجلت وعندك وقت كافي انك ان اللعيبه ترجع الاصابات اللعيبه اللي كانت موقوفه ولسه راجعه فدي هتفرق معاك جدا ومهم جدا كمان ان الكيرف بتاعك هيبدا يعلى هيبقى في المباراه انا شايف ان المباراه تصاعديا احنا قلنا المباراه اللي فاتت انا شايف ان الاهلي بدا يرجع وفعلا الاهلي بدا بالتدريج هيرجع والمباراه اللي فاتت كانت هي البدايه واعتقد مباراه النهارده زودت من ثقه اللعيبه في نفسهم وزودت حتى من لمسات اللعيبه في انهاء الهجمات او في الاستحواذ في حاجات كتير النهارده احسن من قبل كده بدايه من الشوط الثاني المباراه اللي فاتت والنهارده لا شكل مختلف عن قبل كده عن حتى المباراه اللي الاهلي كسبها ما قبل المباراه دي ما كانش الاداء مقنع بالشكل الكافي النهارده عندك نجوم كتير في المباراه ودي حاجه من الحاجات المهمه على الجانب الفردي ما تقدرش تطلع ان حد بعيد أصلاً. الا اعتقد شويه جيرالدو وخد بالك ليه دور برده تاني يعني جيرالدو في عز ما هو الناس شايفاه مش احسن حاجه ولكن عنده دور دفاعي بيأديه وده برده خد بالك وارد انه يكون برده في التغييرات لما التغييرات اتاخرت انه يكون لعيب عندك بيدافع في نص الملعب بشكل كويس مظبوط فدي حاجه من الحاجات الايجابيه جدا ان المباراه اتاجلت انا شايف ان هي حاجه ايجابيه للنادي الاهلي واعتقد كمان اللي هيبقى ايجابي اكتر ان يبقى مباراه الدوري تتحسم المباراه الجايه عشان تبدا تعمل بقى الخطه بتاعتك لمباراه الوداد صحيح. تبدا هتدي اللعيبه امتى جدول الدوري هينزل هتشوف مباراه امتى تقدر تختار اللعيبه المباراه المناسبه هو قال جمله برده مهمه قال لك انا مش هدي هدايا للمنافس للمنافسين ان انا اديهم هدايا وان انا اسيب ماتشات او مش اسيب ماتشات ان انا العب ما بلعبش بكامل قوتي ودي حاجه برده من الحاجات اللي تحترم جدا طبعا فانا شايف ان التاجيل كويس ونبدا مباراه الاتحاد مباراه الدوري يخلص ان شاء الله ويبقى في تتويج اعتقد هتبقى في حلول تانية لازم نشوفها وانا يعني شايف ان كمان لازم يبقى عندنا حلول في المنطقه الخلفيه في خط الظهر الحلول دي لازم نشوف قبل مباراه الوداد قبل مباراه الوداد عشان انت لازم تبتكر حلول جديده بقى انا شايف ان وجهه نظري ان اللي فات احنا ما كناش عارفين مباراه الوداد امتى دلوقتي عرفنا مباراه الوداد عندنا وقت كبير جدا يا اما تغير في الطريقه يا اما تبدا تخلق اشخاص تدافع على الاطراف بشكل كويس تقلب الطريقه لثلاثه ممكن تلعب انا شايف ان انت ممكن تلعب بثلاثه عشان تجهز لمباراه الوداد انا اتمنى ان المباراه اللي جايه بعد ان شاء الله حسم اللقب يبقى في تنويع في الطريقه ان انت تقدر تشتغل بيها انا عندي مشكله في قلب الملعب في خط الظهر ليه ما العبش بثلاثه والعب بعلي معلول ويبقى عندي هاني زياده اتنين وينج باك وكده كده انا اصلا مستغني عن الرقم 10 خد بالك انت الخواجه مستغني عن الرقم 10 ايوه فايه المشكله اما العب بالطريقه دي العب 3 4 3 او 3 4 2 1 في حلول ممكن كتير ان احنا نخلقها عشان نوصل لمباراه الوداد احسن شكل دفاعي نقدر نشتغل بيه وفي نفس الوقت برده بعد الشكل الدفاعي ده نقدر نشتغل هجوميا كمان فاتمنى بعد المباراه الجايه يبدا التحضير لمباراه الوداد هنكمل كلامنا عن لقاء الاهلي والاسماعيلي ولكن هنروح لملعب مباراه ولقاء مع الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سامي ومصان مرحب بيك كابتن ايمن شوقي كل نجوم الاستوديو التحليلي كابتن الكبار طبعا وجمهور النادي الاهلي مبروك فوز ثمين وفوز مهم وزي ما اكدنا وقلنا 6 نقاط 3 نقاط الحمد لله قدرنا ان احنا نحصل عليهم لكن مع 3 نقاط الاداء وده اللي كنا مستنيينه من فريق النادي الاهلي انا طبعا معايا الكابتن سامي مصان مدرب فريق النادي الاهلي كابتن سامي مبروك النهارده يعني الحمد لله قدرنا نحصل على 3 نقاط عندنا مهمه هي 6 نقاط ان شاء الله 90 دقيقه عدت الحمد لله عندنا 90 دقيقه ثانيه لكن النهارده اداء ونتيجه وروح واصرار وباين قوي ان اللعيبه عندها هدف واحد ال3 نقاط مبروك يا كابتن سامي الحمد لله طبعا تحياتي كابتن ايمن كابتن اسامه كابتن يوسف كابتن عادل وكابتن هاني تحياتي ليهم طبعا زي ما انت قلت نتيجه مرضيه جدا لينا وخطوه مهمه جدا نحو اللقب الحمد لله غير كده برضو اداء الحمد لله كان اللي ساعدنا برضو ان نادي اسماعيلي من الانديه الكبيره اللي بتلعب جيم مفتوح يمكن من اول المباراه دوت كان بيشتغلوا على اللي هم بيلعب جيم مفتوح عاوز يهاجم وده ميزه ماتشات الاهلي والاسماعيلي على طول يعني فاحنا كنا محتاجين برضو تبقى لما بتلعب فرقه زي دي بتبقى اسهل بالنسبه لك يبقى عندك برضو خطوط بتبقى مفتوحه وتقدر تشتغل كويس تقدر تعمل استحواذ كويس عكس ما بتلعب الفرق بتنافس على الهبوط بيبقى عندهم تكتل اكتر دفاعي اكتر بيبقوا عاوزين يطولوا الماتش اكتر وقت ممكن يعني لكن الحمد لله اللعيبه الحمد لله اعتقد كانت في حاله كويسه بدنيه وفنيه يمكن كان واضح جدا في الشوط الثاني تفوق كامل النادي الحمد لله استحواذ كامل فرص كبيره
عندنا مكاسب كبيره جدا يعني من المباراه الحمد لله النهارده، سواء بعوده تهديف لباجي، الشيخ برده بقاله فتره نفس القصه، علي معلول برده بعد ما اهدر ضربه جزاء في الانتاج الحمد لله النهارده برده بيسجل كويس، النهارده رجوع كهربا وقوه كبيره بالنسبه لنا، اعتقد الحمد لله الحمد لله يعني وحيد برده النهارده رجوعه مهم جدا، فاعتقد الحمد لله حاجات كتيره ايجابيه جدا، اداء زي ما انت قلت مميز جدا، خطوه ان شاء الله اتمنى ان شاء الله الفتره الجايه الماتش الجاي ان شاء الله اللي احنا ننهي بقى ان شاء الله 3 نقاط، وبعد كده ان شاء الله يبقى تفكير افضل تاني وتفكير بشكل مختلف عشان ماتشات افريقيا، وان انت تقدر تريح برضو اللعيبه لانها عملت مجهود بدني الفتره اللي فاتت دي كبير جدا، يعني كل 3 ايام مباراه اعتقد حاجه صعبه جدا يعني، فالحمد لله 3 نقاط خلاص اللي انتهوا، ال3 نقاط بقى اللي جايين ان شاء الله يبقى يوم تتويج بالنسبه للنادي الاهلي، محتاجين نفس التركيز يا كابتن سامي، هتقولوا ايه للعيبه، المحاضرات هتبقى عامله ازاي، لان خلاص هي خطوه هنحسم الدوري ونبص بقى لافريقيا الحلم الكبير لكل جمهور النادي الاهلي. يا رب زي ما قلت ان مباراه احنا بنفصل، يمكن الراجل اتكلم حتى في كده يعني ان احنا مش عاوزين نفكر في المباراتين، نفكر النهارده في ماتش النهارده، وده الحمد لله حققناه، الماتش اللي جاي بقى ان شاء الله زي ما انت قلت ماتش التتويج بالنسبه لنا وماتش الفرحه لجمهور النادي الاهلي، اعتقد ان شاء الله يكون يومنا ان شاء الله اللعيبه تكون في الموعد برضو، ونادي ان شاء الله تكون دايما على قد ثقه جمهور النادي الاهلي والمجلس الاداره والجهاز الفني ان شاء الله. قرار يمكن من الكابتن سيد عبد الحفيظ بمنع اللعيبه باللقاءات، وده امر مهم جدا لان خلاص 3 نقاط مهمين وده بيساعد اللعيبه كده كابتن. طبعا طبعا سيد بيعمل دوره طبعا على اكمل وجه، وهو طبعا من عندهم الخبرات اللي بتاهله لكده يعني، والمواقف دي حصلت معاه كتيره، واعتقد اللعيبه عندها وعي كده يعني، و واعتقد هو يكمل بقى ان شاء الله. شكرا كل الشكر تقيل طبعا للكابتن سامي مصان، انا معايا كابتن طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، مبروك يا كابتن سيد، ده اللي احنا عايزينه من لعيبه النادي الاهلي، التركيز والاداء، هم 6 نقاط 3 نقاط عدوا، فاضل 3 نقاط، موسم صعب وفيه حاجات كتيره جدا، النهارده الاداء كمان، وده اللي كان مستنيه جمهور النادي الاهلي مع النتيجه 3-0 دي نتيجه كبيره على النادي الاسماعيلي، الاداء كمان هو اللي بيسعى كل جمهور النادي، مبروك ومبروك لكل اللعيبه كابتن. الحمد لله طبعا الحمد لله على الفوز، وده مباراه في المباريات المهمه والحاسمه اللي بتديك اللي بتقربك خطوات كبيره من بطوله الدوري، ان شاء الله الرحمن نامل يا رب ان يوم الاثنين اللي جاي باذن الله 14 سبتمبر يبقى يكون التتويج لنا باذن الله تعالى يعني. يعني مكاسب عديده بالنسبه للمباراه مع ال3 نقاط، بنشوف كهربا بيرجع من جديد، بنشوف بادجي اداء رائع ومميز جدا، احمد الشيخ كمان مكاسب عديده يا كابتن سيد، لو بنعدد المكاسب النهارده نقول على المكاسب النهارده. الحمد لله طبعا زي ما انا قلت يعني دايما احنا يمكن بعد موضوع كورونا زيك زي الفرق العالميه كلها مستوى بيبقى في التدرج من اسفل لاعلى، وده وضع طبيعي في الكوره يعني، امل لحد مباراه الوداد باذن الله يكون عندنا وصلنا المستوى احنا منتظرينه ومستنينه يعني ان شاء الله، نبقى حسمنا بطوله الدوري ان شاء الرحمن يعني، ويعني مش عايز اقول غير بشكر اللعيبه جدا، بشكر اللعيبه على يعني شخصياتها، وبشكر اللعيبه على طريقه تفكيرها، وحتى لما كان بيبقى في اي حاجه كانوا بيتلموا بشكل كويس مع بعض يعني، عارف كويس قوي ان احنا هنتعرض لحاجات الفتره اللي جايه من كلام او اخبار او حاجات كده، ودي وضع طبيعي، انا شايف انها طبيعي جدا، كل ما هتبقى في فورم عاليه او هتبقى توصل لحاجه كويسه هتتعرض لحاجات زي كده، لكن خلينا نقفل على نفسنا، احنا مكملين هنا في اسكندريه لحد مباراه الاتحاد، يا رب ان شاء الله من باذن الله نحقق فيها التتويج رقم 42 باذن الله. تجديد الدوافع ده امر مهم جدا، ويمكن الجهاز الفني شغال عليه بشكل كبير، وانت تحديدا يا كابتن سيد، لان ده امر صعب ان انت تجدد الدوافع بشكل كبير كل مباراه لكل لعيبه النادي الاهلي مع الاداء ده، لا محتاج شغل كبير من الجهاز الفني. يعني لو عايزين نشكر هنشكر مؤمن زكريا الحقيقه، امبارح يعني حاله في منتهى الجمال، حاله في منتهى اهلي بتاع بتاع بتاعنا اللي الناس كلها عارفاه وحافظاه، يعني مع واحد من ولاده، واحد من الناس اللي بدات فيه، يعني مش عايز اتكلم على امور بعينها، لكن عايز اقول هو ده تصرفات الاهلي، هي دي لعيبه النادي الاهلي، يعني اكبر دافع متهيألي يعني، او هنقول من الدوافع، لكن اكبر دافع والاساسي والرئيسي في الحاله المعنويه اللي احنا فيها ديت هو مؤمن زكريا وجوده وسطنا امبارح يعني. انت قلت كمان انا مستنيه كمؤمن، كان سعيد قوي امبارح يا كابتن سيد، ويمكن انتوا دخلتوا الفرحه عليه، كان باين قوي على المؤمن هو سعيد، لانه وسط اهله وسط اللعيبه وسط النادي الاهلي، من اللعيبه اللي هي يعني تدور عليها في الماتشات الكبيره، يعني لعيب كبير في فرقه كبيره بيساوي على طول نتائج كبيره، يعني الماتشات الكبيره دايما بيبقى عايزه لعيبه كبيره، لعيبه كبيره يعني مش شرط تبقى لعيبه مهاريا عاليه، لكن اقصد
في التفكير والشخصيه يعني. فاكبر حاجه اتبسطنا بيها امبارح واكبر حاجه كانت بالنسبه لنا دافع كبير جدا هي وجود مؤمن زكريا وسطينا امبارح يعني. مباراه الاتحاد السكندري مطلوبه من اللعيبه بقى المباراه دي تحديدا، مباراه ان شاء الله تكون تتويج باذن الله. مش عايزين نتكلم كتير، عايزين نقفل ال 72 ساعه دي على نفسنا، عايزين نخش معسكرنا زي ما محضرين له ومجهزين له. هنقفل دلوقتي، مش عايز حد يتكلم في الاعلام بشكل كبير، عايزين من اللعيبه، عايزين يبقى في تركيز عالي جدا. فرقه الاتحاد عندها عناصر جيده جدا 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 السنه دي، مقدمه مباريات كتيره كويسه، فعايزين ناخد الموضوع بشكل يعني في تركيز عالي جدا، لان انت هتقابل فرقه تستحق ان انت تقابلها بالتركيز عالي يعني. وكمان يعني انت بتتكلم على مباراه تتويج، صحيح لسه فاضل 8 مباريات، ودي حاجات من انجازات النادي الاهلي اللي هو رجعونا الاهلي يعني. من انجازات الاهلي ان انت يعني بتلعب على مباراه في وسط 8 عشان يبقى في حسم دوري يعني. لكن في النهايه زي ما قلت كل اللعيبه لازم تركز، كل اللعيبه اللي بقى في منتهى الانتباه والتركيز والشغل، ما فيش حاجه بتيجي بالسهل، لازم تشتغل ولازم تتعب ولازم تجتهد، والتوفيق بتاع المولى عز وجل يعني. كابتن سيد، التأجيل بالنسبة للبطولة الأفريقية استقبلتوه ازاي؟ وعلى ما أعتقد يعني هيدينا فرصة شوية. جاهزين، احنا جاهزين يعني، سواء لعبنا في سبتمبر احنا جاهزين، لعبنا في أكتوبر احنا جاهزين، لعبنا في نوفمبر احنا جاهزين، أي قرار كان هيتاخد احنا جاهزين له يعني. فخلاص المباراة اتأجلت لشهر 10، خلاص يبقى هو ده اللي هنستعد له وهنشتغل له يعني. اتلعبت في شهر سبتمبر اللي هو شهر 9 برضه، كنا هنشتغل عليها يعني. يمكن الفتره ديت في عناصر داخله لك زي كهربا، زي حسين الشحات، زي عمرو السليه داخل لك، ودي استفاده لينا يعني. لكن في النهايه يعني انت بتلعب باسم الاهلي، فكل واحد بيلبس التيشيرت ده بيبقى عارف قيمته ومكانه الاهلي يعني. شكرا. كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن الكبير كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، ومقابله طبعا كابتن سامي قمصان. ويمكن عايز انوه على حاجه كابتن ايمن، النهارده يمكن في قلق اعلامي على كل لعيبه النادي الاهلي، حاولنا طبعا نكون معانا احد اللاعبين او بعض من لعيبه النادي الاهلي، لكن قرار رائع ومميز جدا من كابتن سيد عبد الحفيظ ان خلاص هم 3 نقاط يقدر النادي الاهلي ان شاء الله يحسم بيهم لقب بطوله الدوري العام. 3 نقاط عدوا، فاضل 3 نقاط ان شاء الله باذن الله. يوم الاثنين يكون يوم تتويج ويوم فرحه، جمهور النادي الاهلي يستحق الفرحه بشكل كبير، وان شاء الله الفتره اللي جايه تكون كلها انتصارات، ويبدا بقى النادي الاهلي يركز في البطوله الافريقيه. عودة من جديد يا كابتن ايمن. شكرا زميل العزيز كريم احمد. شفنا فرحه كبيره وثقه بالنفس بكلام الكابتن حفيظ والكابتن سامي قمصان، وحاسين ان النادي الاهلي النهارده كان بيلعب كره كويسه، والنتيجه كمان كانت عاليه وعلى منافس كبير يعني حجم نادي الاسماعيلي، بالرغم من الظروف اللي هو بيمر بيها، انما دايما ماتشات الاهلي والاسماعيلي بتتسم بالنديه والاثاره وبتكون قريبه جدا في النتيجه. يمكن النهارده نادي الاهلي امتعنا خصوصا الشوط الثاني، وكمان النتيجه كانت عاليه جدا. كابتن هاني، الاستحواذ بالنسبه لنادي الاهلي كان 60-40، والتصويبات على المرمى كان 6 من 12 مقابل 2 للاسماعيلي من 6، و9 ركنيات وللاهلي و3 ركنيات للاسماعيلي. اعتقد النهارده من افضل المباريات اللي اداها النادي الاهلي. ده حقيقه فعلا يا كابتن ايمن. النهارده النادي الاهلي انا شايف المباراه سهله جدا، مش سهله لسهوله الخصم، لا، النادي الاهلي هو اللي سهل المباراه النهارده بالشكل بتاعه النهارده في المباراه، باداء لعبته، بالتشكيل اللي الراجل بدا بيه النهارده. ضربه الجزاء برده زي ما قلت بين الشوطين، ان ضربه الجزاء سهلت المباراه بشكل كبير جدا للنادي الاهلي. النهارده في عندنا 4 حالات ضربات جزاء من نوع اتنين. بمناسبه ضربه الجزاء يا كابتن هاني، بدون قطع كلامك معلش، انا عايز اعلق على ضربه الجزاء بتاعه النادي الاسماعيلي. القانون واضح جدا طبعا، الكابتن ناصر عباس هيقول كل حاجه، ولكن القانون واضح في حته لمسه اليد بتاعه لو جت في ايد رامي ربيع فعلا، لان القانون بيقول لو الكرة جت في جسمك، في أي جزء من جسمك أو راسك بما فيها قدمك، وجت مباشرة بعد كده على إيدك، لا يحتسب الخطأ. كويس التوضيح. نقولها تاني. يعني يا ريت. الحمد لله اتحسبت. هنقول التوضيح. لا كويس. لا الحمد لله أنا ضاعت. لا لأن كانت هتعمل مشكلة. الحمد لله اتحسبت. كانت هتعمل مشكلة. هي جت من جسمه لإيده مباشرة. الحمد لله إن هي اتحسبت. انا بحمد ربنا ان الكوره اتحسبت، ولكن انا اعتقد كمان ان الكابتن محمود عاشور اكيد عارف القانون صح، ولكن دي نقطه حبيت اقولها، والكابتن ناصر عباس طبعا هيوضح لنا الصوره كامله.
فهو كابتن فعلا يعني هي ضربه الجزاء بتاعت النادي الاهلي طبعا بتاعت علي المعلول غيرت طبعا مجريات المباراه واضاعت ضربه الجزاء للنادي الاسماعيلي للوحش طبعا برده دي اثرت برده على النادي الاسماعيلي عملت لهم ركود شويه في الاداء بس خلي بالك دي لو جت كانت فرقت كانت فرقت ما هو انا بقول ان هي يعني لما ضاعت النادي الاسماعيلي يعني خلاص بقى عارف اللي هو ايه حاسس ان المباراه هتبقى صعبه وصعبت المباراه على النادي الاسماعيلي ما هو كابتن انت طبيعي انت بتجيب ضربه جزاء بتسهل الامور عليك بتضيع بتصعبها اكتر عليك مزبوط. فده اللي حصل النهارده في بالنسبه لضربتين الجزاء الحكم محمود عاشور حسبهم في حاجه كتير انا عايز اتكلم فيها كابتن ايمن لو تديني مساحه شويه فضل. النهارده بادجي يعني بادجي النهارده بعيد عن الهدف اللي هو جابه لكن الراجل عمل مباراه من نجوم المباراه من نجوم المباراه مفيش شك النهارده انا متابعه ومركز معاه جدا مفيش ميس باص قليل جدا يعني لو جيت تحسب له اعمل له احصائيه هتلاقي اثنين مثلا كورتين مثلا ميس باص من حوالي مثلا 18 كوره 16 كوره الراجل محطه كويسه جدا بص دي ضربه الجزاء اللي كمل فيها بادجي ماشي نكمل بص ضغط لعيبه النادي الاهلي بص بادجي وسرعته توقع هو برجل يا كابتن برجل هو واسع كمان فساعده ان هو يلحق الكوره اهي بدايه الهجمه اهي البدايه بص دلوقتي كل لعيبه النادي الاهلي ضاغطين كوره في حوزه لعيب نادي الاسماعيلي الضغط نكمل طبعا ضغط نكمل بص الضغط هنا 4 5 من لعيبه النادي الاهلي في الجزء ده يا كابتن برده دي حاجه ايجابيه للضغط هم اللي غلطوا لعيبه نادي الاسماعيلي بالظبط هو عمل ضغط عالي يعني ضغط عالي بالظبط الضغط العالي ده هو اللي اسرع بص بقى توقع وسرعه بادجي على فكره هو بيجري من قبل ما اللعيب يباصي يعني صح. هو بدا يعمل الستارت بتاعه قبل ما اللعيب يباصي بالظبط مظبوط فطبعا لازم الاسترايكر يبقى واقف ومركز طبعا طول المباراه طبعا فهو النهارده انا شايف ان هو من نجوم اللقاء بصراحه الراجل من مباراه لمباراه بياخد ثقه الجماهير النادي الاهلي وبياخد ثقه الجهاز الفني طب هو وجوده جوه ال 18 بيبقى اخطر من وجوده خارج ال 18 يمكن الشوط الاولاني شفناه شويه بيسقط جامد قوي لنص الملعب مع ان المفروض هو كان بيلعب ورا سين حربه اعتقد ان المهمه دي كانت اللي يقوم بيها أجايي مش بادجي هو كابتن هو يعني طريقه لعبه بدات تميل شويه ان هو خلاص عنده حته ان هو لازم يتحرك في الملعب كله يعني هو ما شاء الله عليه الاول كان في الصندوق كان بيضيع يعني هو اول ما جه النادي الاهلي اول ماتشات كان بيضيع يعني كان بيضيع حاجات سهله كمان يعني حتى الناس كلها كانت بتنتقده لكن هو كان كشغل الاسترايكر بتاعه ان هو بيعمله بيحجز على الكره بتاعتك يا كابتن اسامه بيباص صح بيتحرك بعد ما بيباص الحاجات دي كلها كانت بتدل ان هو لعيب كويس هي كان ناقصه بس حته التهديف واحنا طبعا كلنا عارفين يا كابتن ايمن حضرتك كنت برضو فرود وفرود ما شاء الله يعني ان الفرود كله الا هو لازم تجيب جوال وده اللي بيديك الثقه بالظبط وده اللي بيديك رصيد عند الجماهير كمان فهو صحيح. الراجل ده اشتغل عليها بصراحه لازم برضو نديله حقه اشتغل عليها الفتره اللي فاتت طبعاً. وبدا يبقى اساسي في فريق النادي الاهلي وبدا ان هو يحط رجله في التشكيل الاساسي ودي حاجه تتحسب له يعني. وخلي بالك هو اشتغل عليها فتره قصيره جدا يعني فعلا. احنا لو رجعنا للذاكره ورا شويه وافتكرنا فلافيو يمكن فلافيو مر بنفس الظروف اللي مر بيها بادجي ولكن فلافيو خد وقت اطول شويه خد سنة. وجاب جول مثلا في المحله اعتقد بمؤخره راسه ولكن برضو الجمهور كان قلقان من فلافيو ولكن بعد كده فلافيو اثبت ان هو من افضل الصفقات الناجحه اللي جت للنادي الاهلي ودي حاجه برضو تحسب للمستر مانو جوزيه ان هو صبر على الراجل لان هو برضو هو انت مدرب وانت عارف امكانيات اللعيبه اللي عندك ايه ممكن انت في التمرين تبقى وحش ولكن في الماتشات بتبقى كويس هو الراجل اكيد كان شايف في حاجه كويسه شايف مقومات ان هي تاهلك ان انت تبقى كويس صح. ودي الحاجه اللي تحسب لمستر فايلر بالظبط نفس الموضوع بالظبط مع انه في وقت صغير جدا بادجي قدر يحسن من اداءه بالظبط ويطور وضعه بالظبط فالنهارده بصراحه عمل مباراه رائعه النهارده برده في لعيبه تغييرات برده كان ليها عامل كبير جدا في شكل النادي الاهلي وليد سليمان برده طبعا تعودنا من وليد خلاص ان هو لما بينزل بيغير شكل المباراه بيعمل يعني نشاط للفرقه احمد الشيخ النهارده نزل بغض النظر عن الجول اللي جابه لكن ادى بشكل كويس جدا ده الجول بتاع فلافيو في نهائي الدوري مع الاسماعيلي ده جول فلافيو انا كنت موجود السنه دي مع النادي الاهلي ايوه جيلبرتو اللي عاملها له برده وخدنا بيها دوري يعني خدنا بيها دوري كان مباراه فاصله خدنا بيها دوري صحيح خدنا بيها دوري فعلا
فبجي خلاص احنا اتكلمنا عليه والراجل بيثبت نفسه من المباراه الاخرى. برضو مش عايزين نقلل من مروان، مروان برضو لعيب مهم جدا ولعيب مستواه زاد الفتره اللي فاتت وكلنا اشادنا بيه. الاثنين كلنا الاثنين محتاجينهم يكونوا جاهزين 100%. النهارده برضو كابتن في نص الملعب، النهارده النادي الاهلي استحوذ كليا بعد اول نص ساعه على نص الملعب او بالاخص الشوط الثاني. اليو ديانج النهارده عمل مباراه يعني هايله الشوط الثاني، مفيش ميس باص خالص، كل الكرات اللي جات له استغلها بشكل كويس. وليد سليمان كهربا نزوله النهارده برده دي حاجه برده كويسه، انا شايف ان هو يعني جسمه كويس، ممكن يكون التيشيرت مثلا هي الصغيره عليه، لكن انا شايف ان هو عمل كام سبرنت، حاسس ان هو فورمه كويسه، مش عشان بعيد عن الماتشات، فلا هو شايف ان هو جاهز. بس يا كابتن هي دي النقط اللي احنا كنت عايز اتكلم فيها. بس في حاجه يا كابتن، بس محمد هاني بيأدي بشكل كويس جدا، لكن في مشكله عنده يا كابتن في حته تقدير الكوره. هاني يعني انا من اللعيبه اللي انا بحبها، ويعني لازم يكون في تطور في مستواه اكتر من كده. النهارده عمل كوره النهارده في الشوط الاول اللي هي عدت منه وراحت ل فيرويد شيلونجو وحطها يعني الراجل الحمد لله ان هي ضاعت يعني، لكن في تقديره للكره كان صعب جدا. في كره برده الشوط الثاني سرح فيها شويه اتقطعت منه، كانت هتعمل لنا مشكله، لكن هاني بس خلي بالك هو النهارده يمكن يعتبر من نجوم المباراه، يعني مادي مباراه جيده على المستوى الدفاعي والمستوى الواحد بيزعل يا كابتن، الواحد بيزعل على ما كل لعيب كويس وعامل ماتش كويس وتلاقي فيها فوات كده بتخلي شكلك وحش او ممكن تاثر على نتيجه المباراه يا كابتن اسامه. فهي دي احنا بنتكلم عليه ان هو لازم يصلح او لازم يطور من نفسه من الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها، لكن هو كتوتال الماتش لا هو يعني عمل مباراه كويسه جدا. واحنا نتمنى ان هاني يزيد يعني، الكره دي برده عملها كويس زاد فيها وعملها بوش رجله لقفشه او تقريبا لقفشه، هو عامل ماتش كويس، عموما يعني لكن احنا كابتن برده ايه بنتكلم في حاجات في نقط ممكن تخسرك مباريات. يعني انت داخل برده على معركه مع الوداد في حاجه زي الكره اللي هي اللي في الشوط الاول بتاعت شيلونجو دي، ممكن يعني تغير مجريات المباراه، ممكن تضيع عليك بطوله. فحاجات صغيره جدا عند هاني لو عملها هيبقى مستواه في حته ثانيه خالص يعني. ان شاء الله الفتره الجايه يكون مستواه افضل وافضل، ولكن اعتقد ان هو النهارده من افضل المباريات اللي هو لعبها في الفتره الاخيره. هنروح نشوف بقى جدول الترتيب ونشوف النادي الاهلي والفوارق بينه وبين نادي الزمالك. النادي الاهلي لعب 26 مباراه، فاز 23 مباراه، تعادل في 2، خسر 1، 63 جول ليه عليه 8، والفرق طبعا 55 نقطه، 55 هدف والنقاط 71. لو جينا لنادي الزمالك اللي هو المنافس في المركز الثاني هنشوف 26 مباراه و 15 فوز، 7 تعادل، 4 خساره، ليه 36 عليه 20، يعني الفرق 16، وعدد النقاط 49. لو بصينا يبقى هنلاقي ده بعد الخصم طبعا، هنشوف ان النادي الاهلي يمكن هو الاكثر حرصا في مصر كلها على تطبيق الاجراءات الاحترازيه والتباعد الاجتماعي. واضح جدا التباعد هنا بين النادي الاهلي والمنافس بتاعه. لو بصينا لكل الارقام هنلاقي تباعد بصوره كبيره جدا. في حاجه يا كابتن ايمن؟ لا اتفضل. لا اتفضل يا كابتن، انت ممكن تنهي الدوري وانت قبل ماتش الاتحاد، يعني الزمالك لو حصل حاجه الماتش الجاي يبقى كده خلاص. بس يعني التباعد هنا زياده شويه. لا الفرق طبعا كبير، وده واضح من الدور الاولاني يعني حتى قبل الكورونا، ولذلك يمكن احنا قلنا انه بعد موضوع الكورونا ان شاء الله النادي الاهلي هيحسم الدوري العام، وده واضح. يعني المنافس التقليدي الزمالك بعيد جدا، فرق حوالي 22 نقطه، يعني عدد كبير جدا من النقاط من الدوريات القليله اللي الفرق وسع فيها للدرجه دي. عدد الاهداف بعيد جدا، لينا 60 هدف هو اقوى خط هجوم يا كابتن، صح؟ اقوى خط هجوم. خط الدفاع برضو 8 اهداف في اقوى خط دفاع في 26 لقاء،
طبعا نسبة قليلة جدا في 26 لقاء، فكل دي مكاسب وفروق كبيرة جدا واضحة بالنسبة للنادي الأهلي عن أقرب المنافسين ليه. فالنهاردة في مكاسب كتيرة من اللقاء، إذا كنا نتكلم على يعني برضو النهاردة في الجزء الأخير لعب كهربا ومحمود وحيد وكده، يعني يمكن من إيجابيات المباراة. طبعا ليه؟ لأنه أنت بتجهز للوداد برضو. عودة كهربا مثلا، إصابة عمرو السولية وإن شاء الله عودته بعد كده، الشحات ممكن يلحق على في موضوع التأخير بتاع الماتش، اتأخر يعني ماتش الوداد في شهر 10. كل دي مكاسب. في حاجات طبعا احنا طالبينها في الـ ان شاء الله تبقى تيجي نحلل فيها، لكن انا بس شويه قفشه، موضوع ان قفشه يلعب ناحيه الجنب اليمين دي مش مريحه لقفشه من وجهه نظر، بيبعد عن مصدر خطورته. اولا بيبعد عن مصدر خطورته، ثانيا ما عندوش السرعات والقدرات الدفاعيه، اللي بيلعب على الخطوط محتاج يرجع مسافات طويله جدا عشان يقفل مع الباك بتاعه، محتاج يبقى لاعب على الطرف في اوقات كتيره. قفشه بيحب يلعب للعمق وبيتحرك في مسافات، بيتحرك كتير جدا على فكره قفشه، مجهوده كويس بس بيتحرك في مسافات صغيره. دي الكره اللي انت طلبتها يا كابتن اسامه. طبعا ده فاول هايل جدا من ده، كان هيبقى جول عالمي لو جه. طبعا هو بيجيد الضربات الثابته، يمكن هو ومعلول اميز اثنين فيها في النادي الاهلي، وهو محور من محاور اداء النادي الاهلي في الاستحواذ وفي الخطوره. فلما بيلعب على الطرف بتحس ان هو بيعاني، لانه بيحتاج انه يرجع مع هاني لغايه تحت قوي، محتاج ان يبقى على الخط قوي، هو عايز يلعب في المساحات الصغيره اللي هي تحت راس الحربه وقدام الاثنين الارتكاز، او اذا كنا ممكن نلعب لو بنلعب 4-3-3 حتى في مباراه. طبعا دي تسديده هايله منه، يعني دي فيها شك لما يجي كابتن عباس ويقدر يحكم عليها اكتر. لما تيجي تشوف ماتش الزمالك، انا شايف ماتش الزمالك ما كانتش المشكلة ان احنا لعبنا 3 ارتكاز. يعني انا بقول انه وكتير لعبناها في النادي الاهلي، بنلعب بالذات في الماتشات الخارجية بنلعب 3 ارتكاز في ماتشات افريقية كتير. كان بيلعب ديانج وحمدي والسولية، وانا نفسي كمان ان شاء الله دي تتجرب تاني في المباريات اللي جاية يعني. لكن هي كانت المشكلة انه كان قفشة برضو بيلعب ناحية الجنب اليمين، كان قفشة واجاييه هما اللي بيلعبوا تحت بادجي، فقفشه برضو كان بيسيب محمد هاني وبيدخل للعمق كتير، فالحته دي اتفتحت لبن شرقي وعبد الشافي. فانا دي من النقط بس اللي انا نفسي قفشه يبقى اكتر في المكان الطبيعي بتاعه، دي من وجهه نظري. بس انا اعتقد هاني النهارده هاني النهارده رغم انه في بعض الاخطاء البسيطه، لكن اكتر من كوره غطى فيها بشكل كويس. وانا يمكن في واحده طالبها ان شاء الله ما تيجي الحالات، يعني بصفه عامه النادي الاهلي ادى مباراه جيده وبالذات في الشوط الثاني، ومكاسبه كتير من اللقاء. واعتقد ان الاجابات النهارده كانت كتير قوي. طبعا اجابات كتير. كابتن محمد لو بصينا على التغييرات النهارده هنشوف ان وليد سليمان بدل جونيور اجاي في الدقيقه 63، احمد الشيخ بدل من محمد مجدي قفشه في الدقيقه 63 برده، محمود كهربا بدلا من جيرالدو في الدقيقة 77، مروان محسن بدلا من اليو باجي في الدقيقة 77، محمود وحيد بدلا من علي معلول في الدقيقة 77. التغييرات وأثرها على النادي الأهلي خلال الشوط الثاني. زي ما قلنا فرقت التغييرات جدا، لأن كان شكل الأداء الشوط الأولاني، إحنا جبنا هدف مبكر في أول دقيقتين ضربة الجزاء اللي قدر باجي بذكائه وبسرعة انقضاضه وبالرغبة القوية ان هو يعني يخلق الكرة دي منها يقدر يتسبب في ضربة جزاء، ودي طبعا حطت ثقة لعيبة النادي الاهلي، تقدموا بهدف وبعد كده بقى في ثقة في ادائنا، في ثقة في النقل الكرة. بعدها طبعا اسماعيلي بدأ
خلاص هو كان بيلعب بتحفظ، التحفظ ده راح منه لان راح منه مبكرا كمان. أيوة. يعني الهدف ده جه خلى المباراه اتفتحت بدري من اول دقيقتين ثلاثه. نزول وليد سليمان بقى، نرجع للحته المهمه قوي، نزول وليد سليمان واحمد الشيخ لا يعني فرقوا بقى في رتم الاداء الهجومي. اولا انت ظبطت الملعب، احمد الشيخ راح مكانه وانتاجيته طبعا هتبقى اعلى من قفشه كتير في حته الطرف، زي ما قال الكابتن اسامه ان قفشه مش لعيب طرف، قفشه لعيب 10، لعيب قلب ملعب، ممكن يلعب لو عايز تلعب بثلاثه في وسط الملعب فهو ممكن يلعب رقم 8، ممكن يلعب مع بعض الفرق كديفندر تاني اللي هو يتقدم وانت معاك الكوره فتغير طريقتك 4-1-4-1 يعني، وانت معاك الكوره يبدا قفشه يبقى 10، فاهم قصدي ازاي؟ فدي نقطه مهمه جدا. احمد شيخ، نزول وليد سليمان في اي وقت من المباراه، خلينا نكون معترفين، وليد خبراته، اسمه، رتمه، خطورته في الثلث الاخير بيصنع الفارق في اي وقت هو بيلعب فيه. الماتش اللي فات في الدقيقه 85 قدر يصنع، يجيب هدف جميل جدا من الكره الدبل باص اللي عملها مع جونيور اجيه. المباراه دي يعني حصل فيه حركه مميزه جدا، بيطلع يعني نشوف اللقطه اللي قدامنا دي، بيلعب محمد هاني مطلعه في الجنب، فوليد بيحرك الفرقه، وليد عنده خبرات، عنده خطوره في الثلث الاخير. من الدقيقه 63 بدانا تسيد كامل للنادي الاهلي. الثلاث تغييرات بقى التانيين، انا سعيد جدا جدا بعوده محمود وحيد. كابتن محمد، يعني عايز اسالك قبل موضوع محمود وحيد، طيب احنا دايما بنشوف وليد سليمان لما بينزل الشوط الثاني بيبقى مؤثر جدا على النادي الاهلي، طب هل وجوده من بدايه المباراه ما ياثرش بتاثير ايجابي على النادي الاهلي من بدايه المباراه؟ انا بقى نفسي، ما هدي نقطه حلوه قوي يا كابتن، انا مبسوط جدا من السؤال ده. انا نفسي مستر فايلر في بعض المباريات، انا ما قلتش كل المباريات، لان وليد مش هيقدر يلعب كل مباراه من البدايه، لكن بص احلى حاجه ان انت تفاجئ اللعيب، ما تفهمهوش، ما تدلوش رتم ثابت يشتغل عليه. بمعنى ايه؟ ان انت النهارده وليد خلاص، وليد انت معوده الشوط الثاني في الدقيقه 63 بالزبط. في الدقيقه 65 في الدقيقه 70 بالزبط. بس المهم هو تغييره. لازم تيجي، لازم حته ان تعمل مفاجآت للاعب عشان ما تعرفهوش، ممكن لاعب يبقى على طول بيبدا تقوم جاي مقعده ولعب بيه كتغييره كورقه بديله. والعكس كذلك، ان لما تكون على طول باستمرار وليد كبديل وبديل مؤثر، مفيش مانع ان انا اجي مباراه واروح بادئ بيه. ايوه خلاص. حتى انت عندك المباريات الدوري، انت بتلعب ب 34 مباراه. أيوة. ال 34 مش على قوه واحده. أيوة. يعني ما هوش قوتهم واحده، والخصم المنافس بتاعك ما هوش على نفس القوه. هنا بعد اذنك يوسف لحظه بس اخش معاك في دي وخليك تكمل. وليد اهم تغييره لفرقه النادي الاهلي، يعني اكتر واحد بتثق فيه لما بيجي يغير بينقل فرقه الاهلي، سواء خسرانه بيعدل المكسب او متعادله يكسبها. اعتقد يا اسامه ان هو، لكن انا مع يوسف انه في بعض المباريات انه يقدر يبتدي فيها، يعني يعني مش هنقول على طول، لكن انا مع يوسف انه بعض ليه؟ المباريات عارف ليه؟ لكن هو اهم تغييره للنادي الاهلي. عارف ليه يا كابتن اسامه ابتدي؟ اولا ناحيه بدنيه، ناحيه بدنيه، ما انا مش المفروض اعود اللعيب بتاعي ان هو مجهوده وتمرينه وكل رتمه يتبدي على الثلث ساعه. انا لو انا كل مره بنزل ايمن شوقي 20 دقيقه، انت بتتمرن خلاص، انت تتمرن على ال 20 دقيقه دول بالزبط. انما انا لازم اخلي رتم تدريبك، اعمل لك زي عارف انت بالظبط الصدمات، يعني لازم ان انا وانت بتتمرن، لا انت في مباراه هتبداها وتلعب 75 دقيقه 80 دقيقه، فانت ما تبقاش عارف. انا مش معنى كده بقول ان وليد ما بيتمرنش كويس، وليد لعيب محترف ولعيب مؤثر جدا ولعيب بيتمرن كويس جدا. والا حتى الثلث ساعه لو هو ما اتمرنش كويس، الثلث ساعه اللي بيلعبها دي مش هيعمل لك الفرق فيها. لكن انا بقول ان 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 ما يجبش ان اللاعب يبقى كل واحد عارف انا بلعب ببتدي خلاص، انا ببتدي، طب التغيير اصلا تغييره، اصلا انا بلعب 20 دقيقه، انا بلعب 15 دقيقه، انا بلعب 25 دقيقه. دي نقطه. انا اكمل لك بقى في حته محمود وحيد. محمود وحيد انا سعيد جدا النهارده ان فايلر اداله
محمود وحيد من اللعيبه المميزه واللعيبه الكويسه جدا، ولازم الفتره الجايه فايلر يجهز كل اوراقه. ليه؟ وارد جدا قبل المباراه الرئيسيه او المباراه اللي هي الحاسمه يحصل لك اصابه. أيوة. لا قدر الله الاصابه بتحصل في ثانيه. صح. فممكن علي معلول يحصل اي حاجه، يبقى انت عندك البديل. صح. اللي واخد ثقه وحاسس بثقتك انت، حاسس بثقتك انت. صح. اهم من رجله في الملعب يا كابتن. عارف لو علي، لو محمود وحيد ما بيلعبش بس بيشعر من كلنا لعيبه وكلنا مدربين وكلنا عارفين انت في، من غير ما تتكلم اللاعب والمدرب هم الاثنين بيبقى فيه لينك كده من غير ما يتكلم. اللاعب بيشعر هل المدرب ده بيثق فيا وبيثق في امكانياتي وقدراتي ولا لا. محمود وحيد لعيب مميز جدا، بس هو ناقصه ان هو يشعر بثقه فايلر فيه. هو ممكن العبه ربع ساعه، ممكن ابدا اديله مباراه وبعدين ارجع اعاده تاني ويبقى فيه لغه حوار معاه، عشان انت ممكن تحتاجه في في في, في ثانيه. صح. يعني ممكن في ثانيه في اي مباراه. صح. وارد جدا علي معلول زي ما زي محمد هاني واحمد فتحي. ايوه. وعلى فكره كمان ممكن جدا في اوقات زي ما مستر فايلر لاعب هاني قدام فتحي، ممكن جدا انا نفسي فتره يلعب معلول ووراه وحيد. وحيد محمود وحيد ومعلول لما بيلعب جناح في بعض، مش بنقول اساسا طبعا يلعب كتجربة شمال، لكن في بعض المباريات مثلا في الدوري يلعب في ناحيه الجناح الشمال، ولكن دي متبقى جبهات. انت عارف، انت عارف يا كابتن عايز اوصل ليه النهارده. مثلا انت عندك ثلاثه بيعملوا روتيشن في القلب، ياسر ربيعه وايمن اشرف. لا قدر الله لما بيحصل حد بيتوقف ولا بيجي له اصابه او يجي له اجهاد او حاجه، مفيش يعني الثلاثه بيلعبوا، الثلاثه شغالين، فاهم قصدي ازاي؟ عندك محمد هاني واحمد فتحي، عندك اليو ديانج، عندك حمدي فتحي، عندك السوليه، ادي ثلاثه شغالين في الحته دي. مزبوط. عندك قدام الحمد لله الدنيا كويسه وراجع كهربا وهيخش ان شاء الله حسين الشحات في بدايل. فمش المركز الوحيد اللي لسه لو علي معلول بس مسك رجله ولا بتاع كلنا هنقول ايه يا خبر علي معلول، علي معلول ما ينفعش. صح. ما ينفعش احنا كده، لان في النهايه ممكن واقع يحصل، ممكن. صح. الله اعلم واقع يحصل. انت كمدرب لازم تتعامل مع كل الاحتمالات الوارده. فانا سعيد جدا بمحمود وحيد، سعيد جدا بكهربا وعودته النهارده وسرعه دخوله للفريق. ده دليل على ايه بقى؟ عشان نيجي نتكلم برضو على مدى احترافية النادي الأهلي. مدى احترافية النادي الأهلي، ما حدث من كهربا لو حصل في أي حتة تانية كان الدبح موتوه خلصوا. أي. عليه مش عارف إيه، لكن هو ليه اللي حصل؟ الراجل خد عقابه زي أي أعلى الأندية في أوروبا وأعلى الأندية في العالم. الراجل خد عقابه كابتن، عقاب شديد كمان. أه؟ مليون جنيه يعني أول مرة أي تحصل. عقاب بقى أنا ما بتكلمش على المبالغ، لكن خلاص دي كده. وعندنا شغل فني بقى، إحنا عندنا مسؤولية أكبر من العقوبة، وهي إن في بطولة وفي التزام، وأنا عايز أدخل اللعيب ده بتاعي في فورمة عشان آخد بطولات وإيه أبدأ احقق انجازات الموسم كله، فاهم قصدي ازاي؟ فدي نقطه برضو من النقط اللي انا مبسوط وسعيد جدا ان النادي الاهلي او فريق النادي الاهلي بيرد على الناس اللي بتتكلم وكتير وكهرباء وكهرباء وكهرباء، بيرد عليها بايه؟ بيرد عليها بسيستم الشغل بتاع النادي الاهلي من غير ما نتكلم. يعني انا برضو ايه ما بحبش الكلام الكتير يا كابتن ايمن. صح. ان احنا نرد بكلام، احنا. صح. بنرد بافعال. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا النهارده اللعيب خد عقوبته وبعد كده بيخش مع الفرقه عادي ويؤدي ويشتغل ويتمرن ويقدم، لان كهربا عنده قدرات، عنده قدرات كبيره جدا يقدر يعني يقدر يفيد بيها فريق النادي الاهلي. مظبوط. عموما هنكمل حوارنا الممتع ده مع نجومنا الكبار ولكن بعد الفاصل. نرحب بيكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، ويمكن من إيجابيات ماتش النهاردة إن إحنا كنا قبل كده في كذا استوديو تحليلي كنا بنتكلم على الأداء ولا النتيجة، ويمكن كان في كلام كتير جدا بين كابتن علاء ميهوب وكابتن محمد يوسف وكابتن عادل وكابتن هاني على موضوع الأداء في الفترة الحالية ولا النتيجة. إحنا النهاردة شفنا نادي الأهلي على مدار الشوطين أداء ونتيجة، مكاسب النهارده كتير جدا يا كابتن عادل وايجابيات النهارده للنادي الاهلي كتيره جدا. دي حقيقه. خلينا نرجع لاول استوديو عملناه قبل الدوري، كانت مباراه الجونه واتفقنا ان الاداء هيجي لكل الانديه بعد فتره طويله، بعد خمس او ست مباريات. وده شيء طبيعي انك تقعد
ثلاث او اربع شهور ما فيش اي نشاط موجود، ما فيش اي تمارين، ما فيش اي حاجه، لما ترجع الفتره دي طبيعي ان الوقت ده تاخد قصاده او مقابله وقت تاني انك ترجع لفورمتك الطبيعيه. واتفقنا ان اول خمس ست ماتشات هيبقوا صعبين على النادي الاهلي وعلى كل انديه العالم. خلي بالك لو اتفرجت على كل انديه العالم ما فيش فرقه عملت يعني الشكل الجامد جدا او ادت مظهر كويس غير بايرن ميونخ، وان هم لعبوا كمان بايرن ميونخ كانوا لاعبين لغايه مباراه الفاينل 16 مباراه. صح. فانت بتتكلم في عندهم المباراه جت بشكل تدريجي ووصل لرقم 16. يعني بايرن ميونخ لما لعب مباراه الفاينل مع باريس كان لاعب 16 مباراه قبلها. ايوه. وصاب باريس، باريس كان لعب 7 ماتشات. فانت بتتكلم النهارده برده في الدوري المصري انت بتتكلم في 7 او 8 مباريات ما يدكش برده. هيدخلك شويه واحده واحده، وده بدا يبان المباراه اللي فاتت، بدا تدريجيا الاداء يتحسن. النهارده اعتقد احسن اداء في الفتره اللي فاتت كلها. صح. الحمل البدني هيبدا يخرج من اللعيبه، ان اللعيبه يبقى عندها الريكفري بتاعها اسرع. صح. وان هم يرجعوا فريش تاني لحركتهم وان جسمهم يبقى في حالته الطبيعيه بياخد وقت، وده طبيعي. بس خلي بالك احنا شفنا الشوط الثاني النهارده برغم الفوارق بين الفرقتين ولكن فرقه النادي الاهلي لحد اخر ثانيه واقفه على رجليها. لا يعني شفنا هبوط تام من نادي الاسماعيلي في المستوى البدني، ولكن شفنا لعيبه النادي الاهلي حد دي حاجه وتساين. معظم الفرق اللي لعبت نادي قدام النادي الاهلي من اول مباراه خلي بالك اللي كان في فرق بدني واضح، ولكن الفرق البدني مش لازم يكون واضح على الفرقه بس. أيوة. الفرق العامل البدني بيوضح على فرقتك كمان. يعني انت أيوة. ممكن تجري كم جري كبير جدا بس انتاجيتك اقل. أيوة. مش لازم ان يكون بجري بس هو كده بدنيا كويس. لا. أيوة. العناصر البدنيه كتير، وان انت توظف الحاجات دي كمان. الكره دي سته ممكن نرجعها تاني، ممكن نرجعها تاني، عايزين نتكلم فيها دي، ممكن نرجعها تاني. ده بعد ده برضو ده عنصر. ايه البدايه؟ بص البدايه يا كابتن عادل، كابتن اسامه انت كنت طالب اللقطه دي. هي دي النتيجه 3-0 كمان. دي كانت هجمه وبقت مرتده رايحين. بص 1 2 3 4 5 6 على 1. تخيل انت لو انا اليو ديانج مشي بيها شويه لقدام كمان وحطها لواحد انفراد على طول على الجول. هو عملها بقوه في اصعب مكان، رغم ان انا اليو ديانج طبعا من اهم لعيبه النادي الاهلي المحترفين اللي دخلوا على النادي الاهلي في السنتين او الثلاثه الاخرانيين وسنه صغير وبيتطور، بس كوره زي دي ممكن تكون هي دي هدف كسب الماتش بالظبط. يعني مش ما كانتش النتيجه تبقى 3-0 بس كانت لسه 0-0. صح. بص 6-1 المفروض ازق تاني، ازق وخلاص عديت الراجل واعملها له قدام على الارض. او اعملها له على الارض. ده 50 حل اعملها لوليد على الجون على الارض شويه قدام هيروح انفراد. هعملها اعتقد الشيخ ده الناحيه الثانيه ده ولا مين كان هيروح انفراد. بص 6-1 هو دي شويه احيانا. تعرف يا كابتن اسامه من غير قطع كلامك هو لو عملها لاي واحد من اللي قدامه دول على الارض بس اهم حاجه تبقى على الارض هيروح جون. هو بس انا احيانا ديانج في الجزء في التلت الاخير. صح. يا اما التمريره بتبقى قويه شويه او بيروح بالسرعه فيصطدم بالمدافع، فطبعا دي بالخبره وكده، لكن هو من اميز لعيبه النادي الاهلي. ده طبعا هدف اكيد لو اتعملت قوية هجمه مرتده المفروض تبقى مثاليه. هدف اكيد طبعا جدا. كابتن بص على السرعات كمان بتاعت الخمس لعيبه اللي بيجروا مع بعض. دي تدل ان الشغل الحمل التدريبي بتاعه والحمل البدني ما شاء الله. ودي ارقام ديانج معانا على الشاشه. لو مميز اهداف جول وصناعه اهداف 2 تسديدات على المرمى 5 من 13. انا شايف ديانج نجم النقاء الاول. طبعا كويس طبعا لعيب في المباراه ونجم يعني. وفي النهارده يمكن ديانج علي معلول انا حوالي مثلا هاني في كذا لعيب وبادجي بس انا شايف ان ديانج يعني حطها يعني حطها ديانج فارق. انا شايف ديانج وعلي معلول صحيح الاثنين دول بيأثروا في اداء النادي الاهلي. خلي بالك ارقامهم كمان معانا يعني. علي معلول اهدافه 5 صناعه اهداف 6 تصويبات على المرمى 11 من 23 عرضياته 73 وده من اكتر الناس عرضيات في الدوري الممتاز. اليو بادجي اهداف 4 صناعه اهداف 3 تمريرات صحيحه 70% تمريرات بينيه 6. علي معلول خلينا نبقى متفقين ان علي معلول صانع اللعب رقم 1 في النادي الاهلي. ولما بتشيل علي معلول حتى بوجود رقم 10 لا علي معلول لا النادي الاهلي بيقل بنسبه كبيره جدا. وكل الفرق لو بصيت على كل الفرق الخطه الاساسيه اللي بيلعب بيها النادي الاهلي ان هو يقف علي معلول مش صح. اي حد تاني في النادي الاهلي صحيح. فدي نقطه مهمه جدا.
واللعيب الثاني اللي انا شايف ان هو لعيب برده مهم جدا هو بادجي الو ديانج من اللعيبه المهمه جدا بيقطع كويس جدا. اعتقد النهارده هو من اكتر لعيبه قطعه كور في الملعب، تمركزاته كويسه جدا. شوف تمركزه في الهدف الثاني موجود فين، شوف الحاجات اللي عمل دبل باص كتير. بص علي بيدي لك الكره ويدي لك الحل. لا علي خلينا متفقين يعني علي رقم 10 رقم يعني المفروض هو رقم 10 بس بيلعب باك ليفت، هو لعيب بمواصفات رقم 10 بيعرف يعمل ريتم. مش دي سمير، في كره ثانيه بعد اذنك كابتن ايمن. بعد اذنك كابتن ايمن، انا في كره كنا عايزين نجيبها اللي هي احنا اتكلمنا فيها واحنا بنتفرج بتاعت قفشه واجاييه، لما اجاييه شاول الشوط الاولاني لو عملها ببطن رجله، لاجاييه اللي هو اتحرك فيها كويس. والحاجات دي بتاعت قفشه، يعني قفشه مميز قوي ان في ال 18 والحته اللي هي بس عارف كابتن عملها كده ليه؟ عارف نمره 10 اللي هي حوالين 18 عارف عملها كده ليه؟ بعمل حاجات ايه؟ بعمل حاجات غير متوقعه. عارف هو عملها كده ليه؟ عشان هو اصلا في المباراه كلها ما جاتلوش اي فرصه من الفرص دي، يعني هو طمع فيها عشان هو بقى البوزيشن ده في الملعب بدا يجي، يعني الموقف ده بدا يجي له قليل، فبالتالي هو بدا يطمع عشان يتصرف. لكن لو الموقف ده بيجي له كتير خلاص عادي جدا انا هلعبها، لكن هو عشان ما بتجيلوش خالص هو بيلعب ناحيه اليمين وفجاه جات له كوره واشتغل بيها، فلما الكوره دي جات له هو قال لك انا بقالي كتير ما جتش هنا فعايز اجرب. عكس ان هو لو هو رجليه على طول في الحته دي هتلاقيه هو واقف بيعمل سيروهات بالظبط. نكمل مكاسب كابتن عادل. بس ومكاسب كمان انا شايف برضو وجود يعني هاني برضو من المكاسب، عشان برضو ندي له حقه. هاني كيرفو في تصاعدي، في كره لمحمد هاني احنا طلبناها اللي شالها بدماغه، شالها بدماغه في شالها كويس قوي. كان هو موجود في الجانب العكسي وكان في اثنين، كان في واحد ورا واحد قدامه. ايوه وهو طلع يعني هو غطى كمان في مكان مش ممكن تكون. أيوة. مش بتاعته، اتعامل فيها بشكل كويس دي جدا. دي اللي انا كنت برضو طالبها دي الكابتن اسامه. يعني انا بس عايز اعلق على هاني في حاجه، لانه النهارده هاني كان يعاب عليه بعض الاحيان انه ما بيغطيش كويس. الكره دي هو في الـ في الـ في الـ في الـ في الموقف الاولاني هو اتاخر. أيوة. لانه المفروض يبقى مع شلونجو في الموقف الاول، بس بعد كده شلونجو لم نفسه، هو لم نفسه قدر دي جون. يعني لو طبعا. هاني ما مش في المكان ده، اولا اسامه ابراهيم لعبها بسرعه كبيره جدا وملفوفه كويس وصعب على الشناوي انه يطلع. لو هاني ما خدش باله في التغطيه، هو طبعا المفروض الاول كان يبقى جوه زي ما هو كده شوية. لو هو مش ضامن هنا دي جون، يعني طبعا. كان سهل قوي الشامي طبعا. يروح يجيب جون. صحيح. هاني النهارده زي ما عادل بيقول من مكاسب المباراه، يعني يمكن واحدة او اتنين غطى وحش، لكن في معظم التغطيات النهارده كان كويس وهاجم كويس كمان. انا شايف ان هو نسبه اداؤه النهارده يمكن تتعدى 80-85% سواء على النواحي الدفاعيه او الهجوميه. حقيقي ده بيأدي بشكل كويس، واعتقد كمان مع المباريات ووجود كمان برضو نقطه مهمه، الباك دلوقتي بقى مرتبط ارتباط كلي بالراجل اللي قدامه بالجناح. دي نقطه مهمه جدا. مزبوط. الجناح اللي قدامك، هل الجناح اللي قدامك ده بيلعبك ولا لا؟ خد بالك هاني برضو بيلعب من غير جناح قدامه. صح. بيلعب طول الوقت بيلعب مع قفشه، وقفشه مش لعيب جناح. مزبوط. وكمان قفشه بيلعب على عدلته، لو حد اشول موجود قدام هاني هيدي مساحه اكبر انه يشتغل فيها. صح. والله انا شايف حاجه كابتن عادل برضو عايز اكلمكم فيها، وجود احمد فتحي وهاني في الجبهه اليمنى مع بعض. اه لا صعب، ممكن تستخدمها لو انت بتلعب مباراه دفاعيه وعايز تعمل بشكل كويس، وجزء مش طول الوقت 10 دقايق في الاخر. مش طول الوقت ربع ساعه 12 دقيقه بس صعب جدا. حتى لو انا بلعب مع الوداد هناك في الوداد، لا في الوداد هناك لا صعب. كابتن عايز اقول لك حاجه، الماتشات دلوقتي مفيش حاجه اسمها انا هلعب في الوداد بس لازم الموضوع رايح جاي، هم 180 دقيقة 90 90. لو انا رحت هناك بالفكر ده وان انا احط هاني قدام علي ولا علي سوري هاني قدام فتحي او العكس يعني، والناحية التانية احط محمود وحيد الموضوع ده مش هينفع. احنا تيم كبير، تيم النادي الاهلي تيم كبير، يلعب بره ملعبه بلعب فيه تحفظ شوية، بس لازم اهاجم ولازم اجيب جول. خلي بالك ماتشات خلي بالك انت هتهاجم برضه، ما علي معلول بيهاجم، هاني بيهاجم، بس هل علي معلول ومحمد هاني هيهاجموا زي ما يبقى عندي حسين الشحات وكهربا ولا لا؟ انا اقول لك يا يوسف، بس انا كابتن في ماتش سان داونز، انا اسف، ماتش سان داونز احنا وقعنا في المشكله دي بسبب رمضان صبحي. اعتقد رمضان صبحي اللي كان بيلعب قدام فتحي. مظبوط. وفتحي عايز اقول لك ان المباراه كل يعني
ان المباراه كلها الباك ليفت احسن لعيب في المباراه، هو احسن لعيب، احسن لعيب في المباراه، وما كانش فيه بس اي دعم. مش معناها عادل، مش معناها ان العب بباك، لا لا ما العبش باك يعني، انما يبقى في التزامات، يبقى في التزامات مهام زياده. هو بص ايمن، الموضوع دوت في ناس بتعرف تلعبها بتجدها قوي، وفي ناس ما بتعرفش تجدها قوي. هاني قدام فتحي ما تبقاش حل هجومي كبير، هتبقى ناحيه دفاعيه شويه، هتكتفك شويه. لكن انا بقول لك عن تجربه. طب وحيد ومعلول؟ معلول عنده قدرات هجوميه عاليه جدا، وبيعرف يلعب في الجناح كويس جدا، لكن دي مش معناها كده برضو، انا مع يوسف، انه يبقى انه يلعب دي على طول بصفه دايما. لا، ده الاساس انه هو باك شمال. بس انا احنا بنقول ايه، في مواقف ممكن لو انا تجبرك. مثلا فلان مش موفق، لو الجناح مش موجود، مثلا جيرالدو مش موفق، ظروف مباراه، ممكن ظروف مباراه، ممكن مباراه يعني عنده القدرات. ليه؟ لانه اولا كراته العرضيه متنوعه جدا، بيعرف يكمل على الجون كويس جدا، عنده رؤيه في التمرير، فممكن انت تاثر عليه المسافه بدل ما كل مره بيطلع من تحت لفوق. لكن ده بقول لك ده مش اساس. أي. يعني مش اساس. أي. يعني انه يلعب كده على طول. لكن أحيانا ممكن لو لعب بظهره كتير برضه هيبقى مشكله يعني. ممكن انا بقول لك عن ممكن تجارب عملناها معاه في بعض المباريات لما كنا ماسكين، بيأدي فيها كويس جدا. وعلى فكره حتى مستر جريس جروس ولا جريس اللي كان ماسك تونس، المدرب ألان جريس. ألان جريس. ألان جريس. كان عايزه فتره في ألان جريس. في الوينج. فتره ال ايوه ايوه الجناح هو لعبها فتره. بس انا مش بقول ان ده علي معلول كان بيلعب في الصفاقسي. ايوه انا يعني انا اقصد مش على طول، لكن في بعض المباريات ممكن يعني. ده يبقى حل. من ضمن الحلول. كابتن هاني، النادي الاسماعيلي النهارده وتغييراته، هل اثرت الشوط الثاني ولا اثرت بنسبه بسيطه جدا وبعد كده لقينا استسلام تام؟ النهارده التغييرات كانت احمد مدبولي بدل عمر روحش في الدقيقه 58، همام طارق بدل محمد مخلوف في الدقيقه 58، محمود دونجا بدل من عبد الرحمن مجدي في الدقيقه 73، حازم مرسي بدلا من بنسون تشيلونجو في الدقيقه 87، وطبعا دي في اخر الوقت 87 دي، وبكيتي سيلفا بدلا من محمد الشامي في الدقيقه 87. بص يا كابتن ايمن، انا شايف ان مدبولي النهارده لما نزل عمل شكل للنادي الاسماعيلي، لعيب محوري، لعيب مهاري، لعيب بيلعب على الجول بشكل كويس جدا. انا مستغرب النهارده ان هو ما كانش بادئ، ممكن يكون حالته الفنيه ما يكونش جاهز، ده برضه المدرب هو اللي يقدر يحكم عليه. لكن انا مدبولي من اللعيبه اللي بحب اتفرج عليها. النهارده عمل طفره في الاداء من ساعه نزوله. همام طارق ده برده لعيب كويس جدا، انا متابعه من فتره، لعيب مهاري برده، لعيب قوي في نص الملعب. لكن هما نزلوا في التوقيت يا كابتن، التوقيت كان خلاص يعني، تقريبا النتيجه كانت 2-0، كان الماتش يعتبر شبه منتهي يعني. فما ما قدروش ان هما يغيروا من نتيجه المباراه او في شكل المباراه. لكن اعتقد ان الاسماعيلي مع تغيير المدرب او قدوم المدرب ريكاردو، تقريبا دي ثالث مره او ثالث ولايه يمسك النادي الاسماعيلي، مسكهم قبل كده مرتين، وعارف الاسماعيلي كويس، وعارف طبع النادي الاسماعيلي، وعارف طبع لعيبه النادي الاسماعيلي. اعتقد ان الراجل ده في الوقت ده هو ده انسب واحد ان هو يرجع النادي الاسماعيلي ثاني لهيبته والمكانه الطبيعي في الجدول. لكن النهارده لا، طبعا مجمل اداء النادي الاسماعيلي برده مش ده للنادي الاسماعيلي طبعا، حتى في وجود ان النادي الاهلي ضمن الدوري تقريبا يعني بشبه 99%، لكن مباراه الاهلي والاسماعيلي يا كابتن بتبقى ليها شكل خاص، وبيبقى ليها طابع خاص خالص يعني، مهما يعني كان وضع الفريقين في الدوري، مهما كان احنا برده كنا لسه شايفين الجون بتاع فيلافيو في النهائي بتاع دوري 2008 تقريبا او حاجه، يعني مباراه كانت 1-0 كسبان بفاول. يعني دايما بيبقى مباراه الاهلي والاسماعيلي بغض النظر عن مكان الفريقين في الجدول، لكن بتبقى مباراه مهمه جدا وبتبقى حماسيه جدا 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 يعني. حتى ايام بركات وايام حمص وايام الناس وعماد النحاس، طبعا مع ذكر الالقاب، مع حفظ الالقاب طبعا، اللعيبه دي كانت مباريات بتبقى يعني احنا بنستناها ان احنا بنتفرج عليها بالظبط. فدلوقتي الموضوع بقى صعب جدا يا كابتن اسامه، انت النهارده بتتفرج على الاسماعيلي مفيش شكل، مفيش اداء، مفيش روح، حتى مفيش روح اصلا، حتى الروح مش موجوده يعني، الروح في اللعيبه مش موجوده بالذات الشوط الثاني بالظبط يعني. في استسلام تام للنادي الاسماعيلي الشوط الثاني، وده اللي سهل المباراه على النادي الاهلي النهارده. طبعا اتمنى طبعا ان النادي الاسماعيلي يرجع لمكانته الطبيعيه تاني، ونقول مبروك للنادي الاهلي النهارده، مباراه يعني
مهمه جدا لحصد الدوري ان شاء الله بشكل نهائي في الماتش اللي جاي باذن الله. باذن الله. كابتن اسامه، المباراه الجايه بعد يومين تقريبا، بعد يومين يعني، احنا مخلصين متاخر، مفيش فرق بين الماتشات وبعضها، فرق بسيط جدا. ايه اللي ممكن يعمله مستر فايلر؟ هل هيلجا لعمليه التدوير يوم الاثنين قدام الاتحاد؟ اعتقد في ادي الحلول، لان انت لما تسمع المؤتمر الصحفي هو بيقول ايه، انا مش هدي هدايا للمنافسين. أيوة. فما بالك ان المباراه دي هو بيعتبرها المباراه اللي هيتوج بيها بطل الدوري اذا كسب. فانا اعتقد التشكيل رغم الوقت، ولكن عامل الاجهاد، ما انا بقول لك رغم انه الوقت ضيق، يعني النهارده الجمعه، الماتش يوم الاثنين، يعني عندك سبت حد، يعني يا دوب استشفى يعني. بالظبط. لكن انا اعتقد انه بنسبه 90% او 95% من هذا التشكيل هو اللي هيبدا برضو مباراه الاتحاد. ممكن يبقى في تغييره مثلا واحده، ممكن يبقى مثلا مريح جيرالدو ملعب حد، ممكن يبقى مريح، بس انا ما اعتقدش لانه بادجي ماشي كويس وجايب جون النهارده. اجايه كان بقاله قعده ماتش او ماتشين يعني، ما لحقش يتعب قوي يعني. فممكن يلعب قفشه برضو، كان مريح اكتر من مباراه، وفي مباريات لعب جزء فمريح. هم يمكن اللي شغالين على طول في اخر فتره رامي ربيعه، معلول، وبرضو مريح ماتش، حمدي فتحي لسه داخل يعني بقالوش ماتشين ثلاثه، اليو ديانج برضو في مباراه اللي اتطرد فيها ريح. يعني انا اعتقد انه هيلعب بنفس التشكيل، وخاصه انه هو نفسه في المؤتمر قال كده. ده بيتكلم كمان على ما بعد انه يكسب بالزبط. يعني بيقول لك انا مش هسهل. أيوه. على الناس، لكن طبعا دي هتتغير شويه مع تفكيره بعد ان شاء الله ما يحسم البطوله يوم الاحد، فانا يوم الاثنين، فانا اعتقد انه هيلعب تقريبا بنفس الفريق التشكيل. او اذا تغييره واحده بس. بس هي طبعا ما بيبقاش في تدريب اليومين دول، كلها حاجات خفيفه بسيطه، خفيفه خالص، استشفاء، كله استشفاء. أيوه. يعني ما فيش حاجه. محمد، ايه اهم الدروس المستفاده من مباراه اليوم بالنسبه للنادي الاهلي؟ طبعا هي الدروس المستفاده طبعا، يعني انا شايف النادي الاهلي ادى مباراه جميله جدا، مباراه حلوه، رتم جميل جدا، بدنيا احنا ما شاء الله يعني واقفين على رجلينا. يمكن شويه ملاحظات، دخول المباراه كمان مميز جدا، يمكن صحيح. يعني من المباريات اللي احنا اول دقيقتين اول سريعة طبعا بالزبط. حطينا ودي ادتنا ثقه، ادت لاعبتنا ثقه ان هم يبداوا يستحوذوا ويبداوا يمتلكوا زمام الامور. بعض الثغرات شويه، يعني ان احنا نرجع الاسماعيلي تاني بضربه جزاء، طبعا الحمد لله انها ضاعت، او مش عايز اقول الحمد لله، يعني باد لك ليهم انها ضاعت، بس في النهايه بس خلي بالك من وجهه نظري قرار خاطئ. قرار خاطئ. انت قرار خاطئ، انت عشان حاكم يعني سابقا. انا عايز اقول ان في كام كوره برضو، الكوره بتاعت شيلونجو ممكن مع فيرود اعلى من كده، مع فرقه اعلى من كده تبص ليها صعب عليك الماتش. انا في نقطه كمان بصراحه يعني عايز اتكلم فيها، نقطه فنيه، يمكن الكباتن برضو كلهم مدربين فانت هتفهمها كويس قوي. انا ضد او مش ضد، لازم في حالات الكور العرضيه لازم واحد من الديفندرين ينزل في وسط السردباكين. يعني بمعنى ان اسامه النهارده، اسامه ابراهيم، وهو بيعمل السويرف وبيعمل الكره العرضيه، ما ينفعش انا علي معلول بيطلع يقفل، انا علي معلول باك طرف، ما ينفعش اسيب رامي وايمن اشرف بس لوحدهم، ما ينفعش. لازم يا اما حمدي فتحي يا اما اليو ديانج يبقى واخد تعليمات، والكره دي طلعت بره على الطرف بيبقى واحد مستني على البوكس على الكوس عشان الكره الثانيه، لان وارد جدا وهي بتتلعب بالعرض حد يطلع، يبقى لازم واحد على البوكس عشان ما يجيش حد شايط، والديفندر الثاني لازم ينزل ما بين الاثنين. ليه؟ هو النهايه في الجون هيجي منين يا كابتن؟ يعني حضرتك الجون هيجي منين؟ هيجي من الحته اللي هي من الزون ده، من الزون ده، فانا لازم املى الزون ده باكبر عدد من اللاعبين. فلما يبقى عندي ايمن اشرف وعندي رامي ربيعه وعندي باك مغطي اللي هو العكسي اللي هو محمد هاني، مع نزول الديفندر خلاص مع الشناوي، انا عندي خمس لعيبه في الزون ده. بس لازم التمركز يكون صح.
لا مانع ده اكيد طبعا لا شك ان 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 لازم يبقى التمركزات والمراقبه، لكن انا بحاول اعمل زياده عدديه في المساحه دي. المساحه دي كان عادل قال عليها، كنت انت مديها رقم يا عادل او حاجه، زون 14. زون 14 بس هو مش كتير يعرفوا يعني ايه زون 14. اللي هو اخطر المنطقه اللي يعني اللي هي اللي طلع اللي فيها علي معلول الكره 18. بص اللي طلع فيها علي معلول الكره دي، ستوب ستوب، اللي هي دي صح كده عادل؟ المنطقه اللي بره ال 18، المنطقه دي هي دي اللي فيها بادجي دلوقتي ولا ايه؟ ايوه اهي، بص اللي طلع ستوب بس كده. بص يا كابتن ايمن، هي دي الزون اللي هو فعلا بيجي منه الاجوان. خلاص لازم الديفندرات تنزل فيها، لازم على الاقل واحد من الاثنين ديفندرات ينزل يملى، كانك عارف ايه، كانك بتلعب بثلاثه ليبرو واثنين سد باكيات بالظبط في الوضع ده. فلازم من دلوقتي تشتغل على الحته دي. هقول لك ليه بقى. اللي بيتفرج على فرقه الوداد، الوداد عندهم باك رايت اسمه عبد اللطيف نصير، على طول سويرفات من اليمين ومحمد نهيري من الشمال، الاثنين الباكين دول على طول باستمرار سويرفات لمين بقى؟ لاسماعيل حداد مكمل. عندهم كاسينجو اللي هو الفرود الافريقي بتاعهم، عندهم وليد الكارتي على طول مكمل. كثافه عدديه، ها، كثافه هجوميه، بيكملوا على طول لان هم عارفين الباكين اذا كان عبد اللطيف نصير ولا محمد نهيري، الاثنين على طول بيعملوا سويرفات. فاحنا لازم نبقى الحته دي عندنا كثافه عدديه، فمن دلوقتي لازم واحد من الاثنين ديفندرات ايا كان بقى، سوليا مع ديانج، ديانج مع حمدي فتحي، لازم واحد فيهم يتعود ينزل على طول ويبقى موجود ما بين. تفتكر جون الترجي اللي دخل فينا هناك في لعيب ثالث دخل نص الملعب اللي جاي قطع ما بين رامي ربيعه في ظهر ده الجول الاول، ظهر سوليا، ده الجول الاول، ها، الجول الاول كان الجول الاول، في ظهر سوليا، في ظهر سوليا. سوليا كان نازل، كان نازل وكان بس الراجل خطفه من ظهره ورامي ربيعه ما لحقش، اللي هو الكره اللي دخل راح سندها ودخل الشناوي حطها. لازم احنا الاثنين ديفندرات بتوعنا في الحته الدفاعيه لازم حد فيهم ينزل ما بين السدباكين عشان نامن اول حته دي، يبقى انت عندك صلابه دفاعيه قويه. حاجه كابتن يوسف معلش، اتفضل برضو، لو النقطه اللي بيتكلم فيها كابتن يوسف دي ما حصلتش، لازم برضو يكون المسافات بين الاثنين المدافعين والراجل الثالث اللي موجود مهمه انها تتقسم صح. برافو عليك. بمعنى صح. ان علي معلول خرج، ما ينفعش انا كمان اخرج، يبقى المسافه بيني وبين القايم كبيره. مظبوط. فبالتالي انا كده عملت مسافه على الفاضي، طالما في كروس بيتعمل، في حاجه هتتعمل عرضيه، وعلي معلول خرج يقابل، يبقى لازم اول واحد عند القايم. صح. بالتالي انت كده هتقسم، بدل ما تقسم منطقه محتاج اربعه عشان تقسمهم عليها، هتقسمها على ثلاثه. صحيح. بمعنى ان انت واقف على القايم، لو اول واحد ده واقف على القايم، حتى لو حد عايز يسرقك من قدام القايم هتطلع معاه، لو ما سرقكش هتقفل المسافه ما بينك وبين الراجل اللي في ظهرك. خلي بالك اللقطه دي اتشافت امبارح او اتعملت امبارح في ماتش الزمالك وسموحه لمصطفى محمد كذا مره، اتعملت مصطفى محمد جاب منها جول. مصطفى محمد اخر نفسه وراح جاي قاطع، راح جاي قاطع قدام رجب نبيل وحطها. في مدربين ما بيحبوش يخرجوا السردباكين كتير بره ال 18، خلي بالك في مدربين كتير بيحبوا يخلوا حتى لو الباك اتضرب بيخلي السردباك برده مش بسرعه يروح، يعني بيخلوها بالجناح او الهاف، لكن ما بيخرجوش بره شويه زي ما عادل بيقول كده، ياخر نفسه في المسافه اللي هتلعب فيها. اول واحد بيشتغل على القايم، يبقى اول مدافع بيبقى على القايم، اول قايم، وبعد كده يبقى في واحد في ظهره والباك الثالث موجود، يبقى انت عملت ثلاثه في منطقه صغيره. ايوه احسن ما تطلع باك المساك منهم تطلع، فبالتالي الثلاثة اللي وراك هيجوا معاك في نفس المساحة، هتكبر مسافات بينك وبين المدافعين. لأن في النهاية الجون بيجي من المربع اللي قدام الجون، فهو مش عايز. بص الكرة دي، ما هي دي دي ما انا قلت لك هاني اتأخر الأول. بص أسامة لسه كان المفروض هاني يبقى في مكان شلونجو المفروض، بس هو شلونجو راح قطع قدام ده اعتقد ايمن اشرف ولا ايمن ولا رامي، علي معلول اللي هيطلع ده وايمن، فهاني لحق كان غطى رامي عكوز، رامي اللي عكوز رامي بره، رامي عكوز، يبقى الكره دي لازم هاني يبقى مساك. صح. ايوه كان لازم هاني من جوه هاني. والراجل شلونجو ده الوينج هو اللي المفروض يبقى يكون مكانه المفروض. صح. او يكون طبعا واحد زي ما يوسف بيقول من الديفندرات كان يسقط، بس دي طبعا متاخرين، لكن هو هاني جه متاخر، بس هو شلونجو لما راح قطع القريبه راح مع مين اللي جوه ده اللي عليه الدايره، ايمن اشرف فهاني لحق نفسه وغطاها كويس الشامي، يعني لحق قبل الشامي، كان الشامي هيجيبها جول. يعني بص لو هاني مش هنا كان الشامي هيجيبها جول بالظبط. طيب عايزين نستعرض مع بعض جدول ترتيب الدوري العام.
يا ريت تنزلوا لنا على الشاشه جدول ترتيب الدوري العام. طيب النادي الاهلي في المركز الاول و 71 نقطه، نادي الزمالك في المركز الثاني 52 نقطه، نادي المقاولين العرب في المركز الثالث 47 نقطه، ونادي الزمالك على فكره هيتخصم منه 3 نقاط في نهايه الموسم. بيراميدز في المركز الرابع 45 نقطه، نادي الاتحاد السكندري في المركز الخامس 36 نقطه، نادي سموحه في المركز السابع 33 نقطه، نادي مصر المقاصه في المركز الثامن 33 نقطه، وانا اعتقد ان مصر المقاصه اعتقد في الفتره اللي جايه ممكن نلاقيه في المركز الخامس. ويعني افتكروا كلامي، انا ممكن ازود عليك حته. ايه الرابع هيخش المربع الذهبي؟ والله انا اتوقع يعني بيفتكروا كلامي. لو ايهاب جلال ما مشيش من المقاصه هيخش بيهم، لو كمل ايهاب يخش بيهم المربع الذهبي ممكن. نادي انبي في المركز التاسع 32 نقطه، الانتاج الحربي في المركز العاشر 30 نقطه، نادي الاسماعيلي في المركز ال11 بعد هزيمه اليوم 30 نقطه، طلائع الجيش بعد مكسب النهارده 29 نقطه في المركز ال11، في المركز ال12، في المركز ال13 بعد مكسب امبارح اسوان 28 نقطه، يمكن علي اربع مراكز اسوان. نادي الجونه في المركز ال14 28 نقطه، نادي وادي دجله مركز ال15 27 نقطه، نادي حرس الحدود في المركز ال16 ال15 سوري 15 حرس الحدود في المركز ال15 26 نقطه، نادي المصري البورسعيدي في المركز ال16 وده طبعا مركز لا يليق بالنادي المصري 25 نقطه، 17 نادي مصر 19 نقطه، 18 نادي طنطا 17 نقطه، واعتقد يعني بس نادي مصر ليه مصري ليه 3 مباريات مؤجله ليه 23 مباراه لعب 23 مباراه، ولكن اعتقد ان نادي مصر ونادي طنطا اعتقد يعني ان الفرصه بالنسبه لهم ضعيفه جدا اقرب ناس يعني يكاد يكون يعني موضوع رؤيتكم سيبك النادي الاهلي خلاص حسم بطوله الدوري بنسبه 99.9 وناقص على الحلو ده زي ما قلنا. نبص بقى على المراكز من الثاني للي بعد كده. الثاني نادي الزمالك 52 نقطه، هل في حد يقدر يقرب من نادي الزمالك الفتره الجايه؟ يعني ممكن نشوف المقاولين العرب، ممكن نشوف بيراميدز في المركز ده ممكن، بس انا بقول برضو الزمالك هو الاقرب للمركز الثاني، والمركز الثالث والرابع هيبقى بين بيراميدز والمقاولين يعني رايح جاي لغايه ممكن اخر مباراه، لكن اعتقد الزمالك هيحسم المركز الثاني. ولكن كابتن محمد كان ليك راي في الجدول، ان وبالرغم خلي بالك ان فرق النقاط بين بيراميدز اللي هو الرابع ومصر المقاصه 14 نقطه وعدد الماتشات قل شويه دلوقتي، فهل ممكن فعلا مصر المقاصه نلاقيه في المربع الذهبي؟ بقول لك احتمال صعب، احتمال صعب. المعدلات اللي ماشي صعب. بيها يعني بص يا كابتن، انت النهارده بيراميدز بتتكلم 45 نقطه من 30 اللي هو 33 مصر المقاصه 33 12 نقطه 12 نقطه بقى فاكر فاضل كام مباراه؟ فاضل 8 مباريات يعني فاضل 24 صعب صعب جدا بيراميدز مش هيخسر كتير ممكن يعني ان مقاصه عنده مباراه لكن الخامس قريبه من دي لكن الخامس ممكن مقاصه لسه عنده مباراه مع الاهلي كابتن ايمن هو الخامس الخامس ده الخامس فاضل 3 نقط لكن هي الخامس هو الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري 36 نقطه صح كده؟ طب ما هو كده الخامس ممكن الخامس وارد جدا لكن الرابع هتبقى صعبه شويه. هو انا ليه بقول كده؟ معدلات اللي ماشي بيها القصة الفترة اللي فاتت كابتن هي دي اللعبة بتاعت اجاييه اللي انت طلبتها ممكن نرجعها تاني بعد اذنكم؟ ممكن نرجعها تاني؟ ما هي دي اللي انا بقول لك عليها بقى على فكرة كابتن دي تاني واحدة قفشة يعملها لازم بص اجاييه لازم جونيور بص اجاييه حتى بص الجونيور بايه؟ يقول له يا اخي العبها لي بقى مش ناقص بس برضه ماشي صح كلامكم مفيش مشكلة بس برضه القرار بتاع التسديد مش وحش يعني بص الكادر دلوقتي اتفتح شوية يا كابتن أسامة ده هي ملهاش كابتن أسامة ده هي الحلقة الوحيد يديها لجونيور عارف يا كابتن لو واحد تاني غير قفشة بس تكون فوق لو واحد تاني غير قفشة هقول لك طب هقول لك صح طب بص يا هاني طب بص بص الجون رايح فين لو حطها في الزاوية دي لا لا كابتن أسامة انت كان ممكن تعملها لان انت راجل سوي لا والله بهزر لا 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 تاني ارجع تاني لا ارجع تاني يوسف بص بص الزاويه اللي على يمين الجول لو اتقف في الزاويه ده ممكن ايوه كابتن يعني انا عندي احتمالات بص يا كابتن اسامه انا عندي احتمالات بمعنى ايه؟
الكره اللي انت بتتكلم عليها دي مثلا ممكن تبقى 50% جول او 60% جول. بالزبط. لكن جونيور اجي لو انا حطيتها له هياخدها يخش بيها دريبل ويحطها ببطن رجله. بس هو موقف مش سهل برضه. بس خلي بالك زي يعني ما قال لك هاني يعني هاني قال لك نقطه كويسه قوي، قال لك لو واحد غير قفشه انما قفشه نفسه ده شغله ده 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 حاجاته. انا فاهم بس يعني ده هو يديها بسهوله جدا لاجيه واجيه شايلها يعني وبرضه يشوطها بسهوله. ما هو يشوطها بس يضيعها يعني زي ما قال لك يوسف ضيعها بقى دي. دي ممكن تبقى 50 60% انما اجيه على يعني على الاقل 90% كفايه الهموم اللي عنده اجيه ممكن يخش بيها الجول. بس خلي بالك برضو ما هو ممكن برضو لو لعيبه اجيال المساك ده يروح يقرب عليه. لا 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 بسرعته يا كابتن بسرعته بسرعته طلعه بره والله كابتن. ممكن المساك ده يعمل سبرنت معاه يقفل عليه. طيب يعني هو هو يعني مش قرار ما تقدرش تقول عليه خاطئ 100% يعني يعني قرار برضو التسديد ما كانش سيء بس مش هو خاطئ بس في الافضل ماشي في الافضل يا كابتن اسامه. هو كان عايز يجيب جول هو باين على قفشه في الماتش ان هو كان هو عادل حللها صح. قال لك عادل حللها صح. قال لك ايه ان هو ما بيجي يعني اصل انت لما بتاخد اللعيب من الحته المفضله بتاعته فاهم قصدي ازاي هو ما بيبقاش مرتاح فلما بيجي بوزيشن بقى عايز يوري ان هو عايز يظهر نفسه فاهم قصدي او انما هو لو بيلعب في الحته دي على طول هتجيله 10 كور فلما هتجيله 10 كور هيلعب 5 6 ويدي جونيور اجي 2 ويدي بادجي 2 ويدي وليد سليمان 2 وهكذا فاهم قصدي. طيب بالنسبه عادل كان بيلعب في الحته دي فهتلاقيه دارس عارف انت الخبايا الخبايا بتاعتها انتوا مش هتلعبوني طب بص طب هبوظكم. طيب عموما احنا قلنا تقريبا نادي مصر ونادي طنطا بسرعه كده مين النادي الثالث الارجح نزوله مع يعني نادي مصر ونادي طنطا؟ لسه كده هو لسه بدري لسه ولكن بس اقربهم لا لسه مستحيل ما نقدرش صعب دلوقتي. لا بص بعد مكسب اسوان للانتاج ومكسب المصري لبيراميدز الموازين كلها اتلخبطت بين من اول الانتاج الحربي اللي هو 30 لغايه المصري البورسعيدي اللي هو 25 لكن انا اعتقد انبي ومصر المقاصه خلاص يعني لا يا كابتن بنقط خلي بالك يا كابتن لا طبعا كابتن ايمن لا في فرق ان هو كده وفي فرق نقط نقط لا لسه كابتن اسامه نقط لغايه الرابع لغايه الخامس ما تبصش على الاسامي يعني ما تبصش على الخانه اليمين بص على الخانه الشمال انا متفق مع عادل يعني انت عندك 30 30 32 ما انا بقول لك من اول دوارد جدا من اول الخامس يا كابتن اسامه انت فاضل 8 ماتشات يا جماعه 8 ماتشات ب 24 نقطه بس خلي بالك 24 نقطه بس خلي بالك يا يوسف خلي بالك يا يوسف سيبك من المصري بورسعيد عنده 25 وثلاث ماتشات حرس الحدود عنده 26 فرق بينه وبين انبي 6 نقط بس طيب ما 6 نقط مش بس قوي برضو يعني بالنسبه لانبي يقدر يجمع انا بقول من الاول 32 اللي هو انبي ومصر المقاصه 33 صعب هيعدوا انت عارف يا كابتن هيعدوا عشان يقلبوا الدنيا كابتن اسامه هيعدوا عشان هم انبي والمقاصه ايوه ما كنقط كنقط لسه انت عايز اقول حاجه بس يا كابتن انت عارف المشكله في ايه؟ ان الفرق كلها دلوقتي بتكسب بعض يعني اسوان بيكسب ما اعرفش مين الجونه كسب بيراميدز خسر النهارده تقريبا او امبارح واسوان بقى عنده انا عاوز اقول في القاهره ما بيسافرش المصري بورسعيدي بقى له فتره بيخسر مين اللي عاد اسوان اسوان قاعد بيلعب فالحته اللي كانت شويه كانت ممكن تقول يعني لو اسوان بيلعب في اسوان اقول لك لا اسوان عنده مشكله هيسافر واجهاد على اللعيبه لكن هو موجود في القاهره بيلعب كل ماتش كله يا كابتن بيكسب بعض ما اقدرش اقول اسوان هيقع ما اقدرش اقول حد يقع بس انا اعتقد يا كابتن اسامه اعتقد ان بعد امبارح نزول الثالث هيبقى حد مفاجاه ده انا حد مفاجاه اعتقادي يعني نادي كبير بس هم كلهم انديه كبيره كلهم انديه كبيره نادي ما نزلش بقاله فتره على فكره التشابك مش طبيعي ومعظمهم هيلاعب بعض الاسابيع الجايه بالظبط فهي فعلا صعبه يعني بعد امبارح بعد مكسب اسوان الانتاج والمصري البيراميدز مصر البيراميدز دي ماتش صعب طبعا طبعا ومصر لسه ثلاث ماتشات ما تعرفش انت عارف حتى نادي اف سي مصر اف سي مصر هم عنده 19 نقطه ايوه بس احنا ليه حاطينه وقلنا لان اف سي مصر بقاله اربع مباريات
بيتعادل. أيوه. يعني حتى انت عارف الاربع مباريات دول لو, بس كسب منهم مباراتين او مباراه حتى الاربع مباريات باربع نقط. أيوة. هو لو كانت عادل ثلاثه وكسب واحده كان خد ست نقط. أيوة كان خد ضعف النقط تقريبا. طيب عموما احنا كده نكون غطينا كل حاجه النهارده, وهنطلع نستقبل الكابتن ناصر عباس للحديث عن الحالات التحكيميه الكتير اللي حصلت النهارده في ماتش الاهلي والاسماعيلي, ولكن بعد الفاصل.